ويا صباح الإشراق، صباح الهنا، وأهلا أهلا دايما دايما بمشاهدي ستات على النهار. يومكم سعيد وأيامكم حلوة. وباربي الحياة، باربي باربي وبامبي بامبي. لو سعاد حسني عايشة كانت هتغني بدل الحياة بقى لونها بامبي، الحياة بقت باربي. ليه؟ لأن هوس العالم دلوقتي بباربي، كل الأعمار والولاد والشباب، الفيلم والشخصية، إيه قصة الفيلم وإيه قصة اللون البامبي؟ فيلم باربي وكأن العالم كله كان بينتظره من وقت الإعلان عنه، ولما طرح في السينمات تقريبا من 5 أيام بس، لسه يعني ما كملش أسبوع، تقريبا يوم 21 يوليو، حطم كل الأرقام المتوقعة من شباك التذاكر واللي مش متوقعة كمان، وأصبح فيلم العالم كله، ومش فيلم في السينما، هو مش بس مادة سينمائية ولا نجاح فني، لكن المدهش الحالة الإنسانية اللي مش طبيعية ومش مفهومة، وفي اجتياح في العالم كله، أزمة في ألوان الطلاء، البامبي، اللون البامبي، كل الأقمشة البامبي، كل ما هو بامبي، الماركات العالمية للعربيات، حتى جايبين فيديو كده لشاب وهو بيفتح كل حاجة، كل درج وكل شيء كله بامبي 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 بامبي. تقريبا كل حاجة اتعملت مخصوصة بإلهام من الست باربي، تصميمات من وحي شخصية باربي، ومقتنيات عالمها المثالي، والبنات والنجمات وكلهم لابسين بقى ايه اللون الروز زي ما انا لابسه النهارده. اللون الروز كان صدفه، لكن لقيته مناسب، ولقيت كل السوشيال ميديا الروز والفوشيا والروز اكتر بامبي. يعني الدنيا في اللطيف جدا جدا، رغم كل المشكلات اللي العالم فيها، لكن كانه بيفصلنا وبيعمل حاله من التوازن. فاكرين أغنية النجمة والجميلة دايما صفاء أبو سعود، وردي 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 وردي؟ الوردي ده أصبح، وأنا بحب اللون الوردي على فكرة، خلفية صوتية افتراضية في حياة كل الكوكب. باربي مش فيلم بس ولا مجرد دمية، باربي واضح إنها فكرة، والفكرة لا تموت. فكرة البنت اللي بيقف قدام جمالها الزمن، الزمن ما بيتحركش، بتفضل جميلة طول الوقت وشكلها وملامحها كل مكان في العالم، للفيلم واللبس والتجهيزات وللمشاهدة، قصص ومحتوى وسوشيال ميديا. انت ما شفتيش الفيلم، انت مش متابعة، يعني هي لفتت نظر وقعدت توريني طبعا فيديوهات، بعتها لها رؤية طبعا بنتها، ولادنا طبعا هم اللي مطلعين اكتر، بس واضح ان دعاء بجد عايش العالم ومركزة جدا، لأن احنا شغلنا صحافة، فالشغل الصحفي ده يبقى احنا لازم نبقى مطلعين على كل التفاصيل. باربي بقت من دمية أزياء من إنتاج شركة للألعاب لعالم كامل متكامل، ولقيت دعاء بتكلمني كتير وبتوريني وبتحفظني، يعني كل اللي أنا بقوله ده من دعاء فاروق. مساء الخير يا دعاء. ازيك يا سهير؟ ازيك يا سهير؟ لا يا سهير، انت ما قلتيش صح، انا دخلت وقلت لك ايه يا سهير؟ قلتي لي ايه؟ قولي انت قلتي لي ايه؟ قلت لك عملوا لك فيلم يا سوس وخلاص. ايوه، فانا اتخضيت. اصل احنا يعني انا وسهير عشره من سنين، هي طبعا ما بتحبش تقول الزمن خالص، الزمن سنتين بيوقف. سنتين من سنين، 25 سنه اعرف سهير جوده. المهم، ف انا فجاه كده اطلقت عليها من بين المذيعات، انا سميتها خلاص هي ايه، باربي، ومن غير ما، مش مركزه يعني في الموضوع، ففي الرايحه وفي الجايه، ازيك يا باربي، عامله ايه يا باربي كده. فالنهارده لما دخلت عليها قلت لها يا سوسو عملوا لك فيلم اهو باسمك، فبنهزر، قالت لي فيلم ايه؟ هي مش متابعه الحقيقه، انا عشان ولادي، فولادي طول النهار يبعتوا لي فيديوهات ويكلموني في الفيلم، انا وبطبيعه الحال انا لازم ابقى ابديتد عشان الولاد، ما انفصلش عنهم، ولازم ابقى فاهمه بالظبط بيفكروا في ايه ودماغهم ايه وكده. المهم يعني، فسهير قالت لي ايه، لا لازم تعملي معايا مداخله، وانا الحقيقه المداخله دي انا هقول اوجه التشابه بين سهير جوده وبين باربي. ايه اللي خلاني اقول ان سهير جوده دي اسمها باربي؟ انا هقول اوجه التشابه، وقابلي بقى يا سهير وما ايه، قولي
يعني انت مش دخلتيني في دي. يلا اتفضلي. بس يعني بالكده يعني برضه. لا لا هقول احنا كل صحاب. حاجه احنا صحاب بالراحه برضه. مش بالراحه خالص. اسمعيني بقى. اتفضلي بقى. سهير جوده باربي عندها 65 سنه، طبعا سهير ما عندهاش 65 سنه واستحاله 21 سنه. انما سهير جوده واقفه عند سن 21 سنه مش راضيه تتعتع عنه وبتتكلم يعني كل ما حد مثلا احنا في القعدات الخاصه بتاعتنا الكلام العادي لا عمرها لا يمكن تعترف تقول لك هي ال 21 سنه. ده مبدا. ايوه صح ده مبدا. فباربي لم تعترف بالسن على مدار 65 سنه العروسه او الدميه دي بنفس شكلها، حتى ما اضافوش عليها اي تغيرات زمنيه على الشكل خالص. هم طول الوقت بيبيعوا العروسه انها صغيره ما بتكبرش. وسهير لا تعترف بالزمن ولا تعترف بالكبر ولا تعترف بتقدم السنين خالص كشكل. ده اول. طب هو انا بكبر؟ لا ما انا اسمعي بقى اسكتي بقى سهير هكملي. ده اولا. ثانيا بقى في الشكل فعلا سهير فعلا شكلها بتصغر يا ولاد. يعني سهير عارفه ما انا بقول لكم هتقولي سنتين. لا هو مش سنتين انا عارفه سهير من 25 سنه. فهي بقى يعني ايه في يعني دي حاله كده غريبه الشكل لانه سهير هي ما بتتغيرش لا بل بتصغر. ال 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 الوزن احنا ما عارفين يا جماعه احنا كستات بنخلف وبنحمل وبنولد وبنتخن وبنرفع عادي في تغيرات زمنيه بتحصل الا سهير واقفه من ساعتها مفيش اي تغيرات الحمد لله يعني ربنا يبارك لك في صحتك وعمرك ما ده بعيدا طبعا عن الحدث بكره الخميس وانت لا انت قمر حبيبي. لا مفيش يعني الا مثلا انا يعني سهير جايه لنا بعيالها يعني انا ما شفتش لسهير حمل وولاده والحاجات اللي احنا بنعدي عليه انا ما شفتهاش. انا شفت سهير جايه بالعيال مفيش حاجه يعني مخلصه وايه ومظبطه جسمها فانا ما شفتهاش. ما شفتش لسهير مره تخن يا سهير شويه يعني احنا كلنا نعاني وكده وهي مبدا واحد طول ال 25 سنه يا سهير. اشوف بقى الاقي سهير بتلبس فساتين منفوشه شبه فساتين باربي. هي شبه باربي. حاجه كمان باربي بقى على طول منمقه بقى ومظبط. اني اشوف مره سهير مثلا جايه الشغل من غير ما تعمل شعرها دي جايه على طول مظبطه. دي حقيقه والله العظيم. انا هي حاله عايزه تتدرس يعني. الاقي سهير جوده دي الا عادي يعني يا سهير احنا كلنا ممكن نيجي بالبيجامه مش حاجه يعني نضرب اي جلابيه وندخل وعادي ممكن انزل بيها الشارع البس اسدال اعمل اي حاجه. اي ست تلبس تضرب اي جينز على تيشيرت من مقطع اي حاجه يعني مش مهم الا سهير جوده الا عمري ما شفتها جايه كده مثلا مش مظبطه على طول عامله شعرها وجايه مظبطه ولابسه الكعب ولابسه تفاحه تحس بقول لها ناقصك العلبه بتاعت باربي. بصي يا ده اولا مش كل يعني اوكي عندي لبس انت بتوصفيه ان هو شبه الحاجات اللي هي بتاعت سندريلا يمكن اكتر من باربي يعني لكن لا يعني مش كلها كده يعني عمري ما شفت لك جينز وتيشيرت بجد؟ عمري والله عمري ما شفت لك مثلا لابسه شبشب ما تلبسي لا ما البسش شبشب لا 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 شفته على البحر يا مؤمنين لا لا وبعدين كده فلها ما لا يمكن. فانا بقول لكم دي عامله زي يعني انا حسيت ان هي الشكل ده اللي هو الـ 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 التوليفه دي يعني هي ما تخرجش من بيتها غير بشكل معين. أيوة. ولا يمكن ما هو انت لازم او دي تركيبه شخصيه اللي هو ما شفت الشخصية في العالم غير بس انت وباربي. طيب خلاص انا مش ببالغ انا عايزة اقول لك ان انا لما انت كنت زمان بتقولي لي يا باربي انا ما بقتش فاهمة هو ده مدح انت الوانك مختلفة انا بقول لك ايه وجه التشابه هو ده مدح ولا هي دعاء بتأفور هو ايه يعني اوكي انا يعني في دماغي يعني ما كنتش مركزه مع باربي دي خالص وما شفتش انا يعني ما عشتش انا فكره عروسه باربي وبتاع لكن انا عارفه سندريلا عشان بقرا قصص وبتاع فعارفه سندريلا فانا عارفه ان انا متاثره بالسندريلا لكن بباربي دي انت اللي لفتت نظري الباربي
خلتيني اقعد ادور ايه باربي وايه قصه باربي. بس في حاجه مهمه قوي يا سمير، باربي ملهاش صوت عالي، مش صاخبه، مش قليله الادب، مش كده. وسهير كده بصراحه. بصراحه اشكرك. سهير صوتها واطي، سهير هاديه، ملها مش صاخبه، سهير مش صاخبه كده، مش بتاعه دوشه، مش كذا، هي صامته. انت مش صامته برضو، انت بتتكلمي وطول النهار يعني بتتناقشي كده، بس بهدوء، صوت واطي وبادب بصراحه. فاحنا ما شفناش لباربي، هو مع زي ما انت وصفتيها الدميه المثاليه، الشكل المثالي. انا بصراحه هي ست سهير دي ست محترمه، ما شفناش منها عمرنا حاجه، لا صوت عالي ولا ما شفناش بصراحه منها حاجه. فانا حسيت كده انها ايه يعني، لما فيلم باربي طلع قلت انا غشها، اقول لها عملوا لك فيلم. انا طبعا ما شفتش الفيلم، انا اتخضيت جدا اول ما قلت لي عملوا لك فيلم. عملوا لي فيلم ايه؟ على كل حال اولا يا جماعه، دعاء كاتبه فظيعه، بتكتب حلو جدا وعندها كتب وساخره وعندها اسلوب. يعني دعاء لو مش مذيعه كانت بقت صحفيه من العيار التقيل. فبحبك وبكل الامتنان، ويلا الحياه بقت باربي، وهنتفرج لما باربي ينزل مصر، لما يبقى ينزل بقى معرفش، هنروح نتفرج، هنروح نتفرج عليه سوا. انا طبعا بعيدا عن قصه الفيلم، انا ما اعرفش الفيلم فيه ايه، تبقى مصيبه لو الفيلم فيه حاجات وحشه. انا ما اعرفش، انا هنشوف بتكلم على العروسه. احنا وحظنا بقى، احنا بنتفرج على الدميه اللي موجوده. ايوه بالظبط كده. بشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه، واشوفك على خير دايما، ونشوفكم دايما على خير. وحلقتنا دايما بتبقى متميزه يوم الاربعاء، بيكون نهايه اسبوعنا معاكم، ودايما بيبقى فيها نجوم وبيبقى فيها هاله، علشان نقول لكل برج الاسد كل سنه وانتم طيبين، ونشوف تاثيرات برج الاسد على الابراج. وعندنا شخصيه رائعه ثقافه وفنا وانسانيا، هنشوف معاه الحوار بعد شويه. نشوفكم بعد شويه. التالي الفنان صبري فواز في ضيافتي الستات. مهمة بناء إنسان، التربية المهمة الأعظم والأخطر، والتي لا يستطيع شخص بمفرده أن يقوم بها، ولا جهة بمفردها. هي مسؤولياتنا جميعا. مزيج من روح الماضي وطاقة الحاضر، خيط رفيع بين الحقيقة والتمثيل، لا تعرف إن كان هو شريراً أم فناناً حالماً أم رجل الدولة الأول أم الشخص الفلاتي، لكن ما يعرفه الجمهور حقاً إنه مولانا المشخصات، كنز التمثيل المصري والعربي النجم صبري فواز. أنتم متأكدين إن أنا اللي جوزتكم؟ أيوة. شيخ صلاح حمدي؟ أيوة. مأذون أرض الجولف؟ أيوة. طب وأنا ذنبي إيه يا ولاد؟ انتوا يعني عشان فشلتوا في جوازكم جديد عليا انا؟ سايبين الجواز وبتتستروا على البردعه؟ يا ولاد انا 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 مجرد وسيله، وسيله. استدعاء من المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ للطالب في الفرقه الاولى بالمعهد العالي للفنون المسرحيه صبري فواز، كانت الخطوه الاولى لاضافه المتعه والابداع على الفن المصري بمشاركه الشاب الصغير في مسلسلات كبيره مثل الوسيه وليالي الحلميه وام كلثوم بادوار محوريه، وبدايه سلسله ذهبيه اضافت رونقا مهما للدراما، وتبعتها العديد من المسلسلات مثل الاختيار ثلاثه بنا معاد والأصدقاء وحدائق الشيطان ولحظات حرجة والمصروية ونيران صديقة وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية المهمة. وبموهبته الكبيرة استطاع أن يجمع صبري فواز بين ثلاثية لا يقدر عليها الكثير من النجوم، فهو ابن المسرح البار تمثيلاً وإخراجاً ونجم الدراما المصرية، وهو نفسه صاحب مشاهد ولزمات لا تنسى في السينما. أعوذ بالله من قيامها. أخي إيه اللي احنا فيه ده؟ يا ساتر، حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا ونعم الوكيل فيكم.
طب معلش انا اسفه قوي، معلش حقك عليا، يمكن انا سمعت غلط او حاجه، معلش. وكانت له ادوار علامه في الافلام مثل كلمني شكرا وكف القمر ودكان شحاته ودم الغزال وحليم والدادة دودي وابراهيم الابيض ومن ظهر راجل. على مدار 33 عاما كان صبري فواز على قدر ثقه الجمهور ليبقى فنه وموهبته في انتظار مزيد من الاكتشافات ليخرج الكنز الفني الموجود داخله والجمهور خلف حبيبهم الأسمراني. كنز من التمثيل، هو أصعب شيء إن أنت تكون بتعمل حوار أو بتقدم حد أنت بينك وبينه صلة قرب كبيرة جدا ومن سنين طويلة جدا، مش هقول كام بس هما يعني نقدر نقول كده سنتين. هو ابن المسرح اللي اتعلم أصول المهنة على خشبة المسرح وشاف كتير في كواليسه وتعلم كتير وقدم عروض مهمة كتير زي إزيس ومزرعة الأرانب وصدى الأصداء وعن أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ. هو ليه من اسمه نصيب، صبر كتير ولكنه حصل على المساحة اللي استحقها بالفعل بالشكل اللي يرضيه، فكانت مكافأة هذا الصبر الفوز الكبير. وفي كل مرة بيقدم دور جديد بنكتشفه وكأنه ميلاد جديد وكأننا بنعرفه لأول مرة. أدوار كتيرة متنوعة أصبحت علامات في السينما في التلفزيون مسجلة باسم ماركة صبري فواز. مين ينسى محمود نفيسة في السبع وصايا، فتح إبليس في مملكة إبليس، الضو في العهد، حسن في وبيننا معاد، خميس في رمضان كريم، المعلم عرابي في كلمني شكرا، وحاجات كتير 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 كتير، طلب في دكان شحاتة. هو كمان من الممثلين القليلين اللي نجحوا في السير الذاتية، أبهرنا لما عمل شخصية محمد مرسي في الاختيار، وأبهرنا لما عمل بن لادن في أبو العمر المصري، ولما عمل محمد حسنين هيكل في صديق العمر، وبليغ حمدي مرتين في أم كلثوم وحليم. ورغم أنه قدمه في عملين لكن من أحلامه أنه هو يقدمه مرة تانية بشكل أكبر في عمل فني. منورنا وبكل سعادة، وأخيرا يعني بعد أنا قاعدة بتكلم معاه رغم يعني ما ينفعش أفضل أنا أقول واستنى وانتظر، بس المحبة الكبيرة وحاجات كتيرة 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 جدا تخليني أنتظر، لأنه بجد هو أخويا طبعا الكبير صبري فواز. أنا متشرف أني معاكي وربنا يديم المحبة وعشرتنا دايما يا رب. ربنا يخليك. طب انا يعني ايه، بما ان الواحد صعب جدا يحاور اخوه فانا في اختبار صعب جدا، بس خلينا نبتدي من وقت انت ما كنت بتحلم بالتمثيل وكفر الشيخ واسكندرية والقاهرة وكل الحاجات دي، وحلم ان انت تقابل اسماعيل عبد الحافظ فتبقى أول خطوة وأول فرصة. في الفترة دي كنت تفكر في إيه؟ أو يعني كنت بتخطط لإيه؟ أو كن أحلامك إيه؟ هو يعني زي ما تقولي كده فكرة برج القوس، يعني إنه بحدد هدف وطالما حددته همشي في اتجاهه أيا كان بقى اللي في السكة إيه. فده اللي حصل، إنه محتاجة دراسة رحت دراسة، محتاجة تدريبات رحت تدريبات، محتاجة معرفة قريت، محتاجة اطلاع رحت شفت معارض ورحت شفت عروض واشتركت في ورش، محتاجة ايه المسألة علشان توصل للهدف ده. كل ده عملته والحمد لله، يعني كان نتيجة طيبة الحمد لله. انت دايما بتكتب الصبر فواز، فالكل يعني انت ليك من اسمك نصيب، لكن انت اضافة الال لصبري وخليه الصبر فواز، ده اكيد ليه دلالة كبيرة عندك انت حبيت تعملها. ايوه، علشان
يعني كتير من 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 الشباب دلوقتي جواهم الاحساس اللي كنا احنا حاسين بيه زمان، فكره انه عايز ينجح وعايز يتحقق وعايز، فدي بتخلي الانسان شويه في جواه باور كده وحماس انه يحصل في يوم من الايام. اعمل له بس واصبر وان شاء الله ربنا هيديك. وفعلا الصبر فواز، لانه مش عشان اسمي يعني طولة البال تناول الامل، ده مثل شعبي يعني. فهي الفكره كده ان طول بالك واعمل اللي عليك والباقي ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. طيب خلال سنوات الصبر دي، لحظات اليأس والإحباط كنت بتتجاوزها ازاي؟ وكانت بتقعد جواك قد ايه؟ كنت بتتعامل معاها ازاي؟ كان الموقف يحصل فيحصل لي إحباط كتير، حصل انه ابقى مرشح لعمل واتقلش منه، ده حصل كم مرة يعني، وغضب جوايا طبعا شديد جدا، بس خلاص اوكي هعافر تاني وهعمل تاني. وبحمد ربنا على الروح دي، روح انك انت طول الوقت عندك استعداد تبتدي من زيرو ايا كان اللي بيحصل وايا كان لا تملك حاجه، بس جواك باور انك تبتدي تاني. وحصلت لي كتير فكره ان اوصل لحد حته معينه وبعدين يحصل اي ظرف ابتدي من اول تاني، ده حصل لي كتير في حياتي. فبقى عندي حصانه انه لو حصل اي مشاكل مفيش مشاكل، انا عدي وهنبتدي تاني. بس اكيد مثلا ممكن كلنا بيجي علينا لحظات اللي هو في اللحظه دي اللي هو انا مش لاعب، مش عايز العب، ماليش نفس، انا خلاص تعبت، انا حاسس بالظلم، حاسس الاحاسيس دي ما كانتش بتجيلك يعني حتى ولو كده عبر الخاطر يعني ما تستقرش معاك، بس اكيد كانت بتيجي. لا كانت بتيجي وكانت بتاخد مني كتير، وكنت بقعد اجز كتير وتحرق دم كتير، ويحصل لي لحظات إحباط شديدة، بس فكرة إنه لازم تعافر لأنه ما فيش حل تاني، يعني ما فيش حل تاني غير إنك تعافر. ما أنت لو وقعت وخلاص وأنا زهقت عن أبو الحاجات، بس أنت في النهاية هيحصل إيه؟ هتقعد في بيتكو أو تنسي وخلاص. بس فكرة المعافرة هي اللي كانت بتعالجني، لكن لا حسيت بمرار كتير وعشته واستطعمته. بس اللي قدرت أعمله والحمد لله إن ربنا وفقني فيه، إن المرار الكتير اللي عدى ما سمحتلوش إنه يخش جوه. يعني أنت تصالحت مع الماضي، مع كل الخذلان وكل الظلم وكل الإحباطات دي، تصالحت معاها وما بقتش جواك. بالعكس ده بقت كمان أنا ممتن لها، يعني مش بس تصالحت معاها أنا ممتن لها، لأن أنا حاسس إنه لولا شوية الصعوبات دي ما كانش التشكيلة هتبقى كده. يعني لو كانت الأمور أسهل ما أعتقدش كنت أبقى بنفس اللي أنا فيه دلوقتي. طب في لحظات الإحباط أو الغضب أو الإحساس بالظلم، كنت بتاخد بعضك وتعيش في الكتب وترجع تاني لكفر الشيخ مثلا تستعيد التوازن ولا كنت يعني في اللحظات دي كنت بتعمل إيه؟ كانت في طقوس معينة، قرارات كده بتاخدها أو بتنعزل بيها يعني؟ أول حاجة إن ما روحش كفر الشيخ. إن أنت ما تروحش؟ إن ما روحش وأنا محبط، وما مستنين يشوفوني ناجح ومنتصر، ما ينفعش أروح لهم وأنا محبط. فكانت اول قرار اني ما اروحش وانا محبط، اروح لاهلي وانا محبط. لكن ممكن انغمس في وسط اصحابي، اشترك في ورشه تمثيل، يعني اروح احضر معارض فني تشكيلي واحضر عروض مسرح واحضر حاجات في الاوبرا، اللي هو فكره انه بشحن نفسي، بستغل الغل ده ان اشحن نفسي عشان لما تيجي اللحظه تاني اعرف ابقى مستعد لها يعني. وتنور اكتر، وده اللي حصل الحمد لله. طيب بمناسبه المسرح، انت بتقول المسرح اخذ مني كل شيء واداني كل شيء، حقيقي اخذ منك ايه وادالك ايه؟ اخذ مني سنين كتير بلف اعمل مسرح، سواء انا اللي بمثل او بشارك في ورشه او مخرجا لفيت في الثقافه الجماهيريه وفي مسرح الجامعه ومسرح الشركات ومسرح الانديه ومسرح المدرسي ومسرح المحترف، ولفيت في مصر وعملت كتير، وكنت بعمل مسرحيه باخد عليها 650 جنيه في 3 شهور، كان اجري فيها 650 جنيه. فكتير لا شقيت كتير وتعبت كتير، والمسرح خد عمر يعني وخد عرق وخد جهد واداني كل حاجه، بمعنى اي حاجه فيها دلوقتي لو الناس شايفه ان فيها حاجه مميزه كممثل فالفضل فيها بعد ربنا للمسرح طبعا. في صوره بتجمعك بخالد صالح وخالد الصاوي وطارق عبد العزيز،
الصورة دي أكيد أيام الأحلام والشغف والطموحات وكل التخطيط لبكرة يعني. كان الصورة إيه؟ وقتها كنت متخيلين، وقت الصورة دي كنت متخيلين إيه أو كنت بتحلموا بإيه؟ كل واحد عنده حلم عايز يحققه. الصورة دي على فكرة كان زي ريبورتاج كده عاملاه مجلة نص الدنيا اللي كان عامله صحفي اللي هو الأستاذ عمر طاهر دلوقتي. بنحييك يا عمر. عمر زملكاوي وانت أهلاوي، فتحية تانية لعمر. والمحبة دايما برضو. فعمل لقاء مع المجموعة دي اللي كانوا في من مسلسل أم كلثوم. على فكره بيقعدوا بقى يتريقوا على الصوره دي ويقول لك صحاب انت صورتك انت واصحابك يا مجمصه زمان لما امك بتحطها تحت ازاز النيش. وماله وماله ده كل الفخر. ما انا بيعجبني التعليقات دي يعني. ففي الفتره دي فعلا كان كل واحد عنده حلم يخصه، والحمد لله تقريبا كلنا بقينا بنحقق دلوقتي احلامنا، حتى اللي ربنا افتكره ربنا يرحمه قبل ما يموت حقق احلامه ونجح ونور يعني. كنت بتتكلموا في ايه يعني؟ كنت بتقعدوا يعني تعملوا تصورات ايه الاحلام المشتركه اللي كانت بينكم؟ انه يا سلام لو جاني دور اكبر، يعني كنا بنعمل مشاهد صغيره، يا سلام لو جاني دور اكبر بقى واوري الناس انا بمثل قد ايه. كانت دايما دي الحته اللي جوانا كلنا، بس حد يدينا مساحه بس كده ونوريه ان احنا بنعرف نمثل، ونقعد بقى نجزة كده على ايوه. لان انتوا كنتوا على المسرح نجوم، ومش اي نجوم، كنت نجوم يعني تقال يعني، ما هو كانش اكابر بقى على المسرح. ما كانش بقى فكره ان الناس دلوقتي، في بعض المخرجين كتر الف خيرهم بروح يتفرجوا على مسرح ويعملوا كاستنج، واذكر منهم واشكره وحقيقي احمد الجندي على الحكايه دي، انك تروح مسرح وتشوف مواهب وتجيبها، لانه بيفرق جدا ربايه المسرح عن اي حد تاني. وكنت حاسين ان انتوا يعني بتدوا المسرح، لكن انتوا عايزين تطلعوا على الشاشه ومواهبكم مدفونه في المكان ده بس؟ مش ده كمان بس، مش يطلع على شاشه، ده ان يجي حد من الناس المهمه يتفرج على العرض بس، دي كانت امنيه. كان عيد. الليله عيد، الاستاذ فلان النجم فلان او النجمه فلان يتفرجوا على المسرحيه بتاعه شباب يعني، دي كانت حاجه بالنسبه لنا فرحه كبيره وانتصار كبير يعني. عشان كده والله انا ببقى حريص اتفرج على المسرح طول الوقت بتاع الشباب، والحقيقه مش بس عشان هم ينبسطوا، عشان انا انبسط، لان بتعلم من شغلهم وبنبسط وباخد منهم حماس. حلو جدا. طب استاذ اسماعيل عبد الحافظ اكتشفك ازاي او شافك ازاي او رحت له ازاي؟ هو كان يحب ويثق جدا جدا في الدكتور عبد الرحمن عرنوس الله يرحمه. وده كان استاذ المسرح، استاذ مسرح عظيم. جميل. كان يحب ويثق فيه جدا يعني. ففي يوم هم قاعدين في البلاتو، كان استاذ عرنوس راح يزوره، فبيحكي له عن واد مخرج مسرح رائع اسمه كذا، وقعد يحكي. فلما قال اسمه، في زميل كان معاهم في المسلسل قال له على فكره معانا في السكشن. قال له والله؟ قال له طب قول له يبقى يجي بكره سلم عليه وبتاع. فروحت سلمت عليه وقعدت وشربت شاي معاه، قابلني بحفاوه جميله جدا الحقيقه. الله يرحمه، كان شخص جميل. وبس ومشيت. انا ما كانش يعني مخرج مسرح، والاستاذ المخرج الكبير سمع عنه كلام حلو فقال له حياه ومشي وخلاص. بس فجاه لقيت كده في المسرح بدور عليا في المعهد، ريجيستير جاي يدور عليا في المعهد، عشان ما كانش فيه تليفونات وما عرفناش عنوان، وانا يومها كنت بشتغل، ما بشتغلش اكل عيش يعني، فما كنتش موجود. فالمسرح المعهد كله كان مقلوب، ان في يعني اسماعيل عبد الحافظ ظهر على حد في سنه اولى يعني ملوش اي وزن، وبعت الريجيستير مخصوص يدور عليه. فالدنيا اتقلبت، قعدوا يدوروا عليا لحد ما لقوني ورحت، فاداني دور في الوسيط. كانت اول مره اطلع على شاشه. كان السعاده بقى والفرحه. لا مفيش كده في الدنيا، مفيش كده يعني. احلى احساس. ازاي يعني انا فجاه وانا في اولى معهد اسماعيل عبد الحافظ بيطلبني؟ يا ايه الجمال ده، ايه الهنا اللي انا فيه ده. وكان عمل ناجح جدا الوسيه ده الحمد لله. طبعا. طبعا. وتوالت الاعمال بقى مع عم اسماعيل بعد كده الله يرحمه. 30 سنه ولا 33 سنه؟ لا 33، لانه انا اول ظهور على الشاشه كان في الوسيه سنه 90. يعني السنه دي كده 33 سنه. طبعا في قبلهم مسرح كتير، بس هي على الشاشه 33.
ان شاء الله 133 سنة. الله يسعد قلبك. طب في بمناسبه الصوره اللي احنا عرضناها في صوره تانية ليك بتستوقفنا اللي هو صورتك انت وماجد الكدواني ومحمد رضوان، انت نشرت البوست ده عشان فرحتك بالدفعه ولا عشان فيها انتصار للموهبه ان انتوا اخيرا خدتوا فرص بطولات؟ هي الحقيقه كانت لحظه حلوه انه فجاه كده كان اوت اوف سيزون، بره سيزون رمضان، وفي عملين نوروا قوي وعملوا صدى كبير جدا اللهم صل على النبي، يعني مع الناس كلها اللي هو موضوع عائلي، ماجد الكدواني ومحمد رضوان وبيننا معاد صبري فواز، احنا الثلاثه دفعه وكنا مع بعض في سيكشن واحد ومعنا ناس كتير طبعا. دفعتنا كانت الله اكبر، دفعتنا كلها منوره الله اكبر كلها. مين دفعتك تاني غيرهم؟ انتوا طبعا كتير، هي نفس الدفعه بس التفاوت في السن. التفاوت في السن بتاع ايه بقى؟ بتاع اللي بيجي من ثانوي واللي بيخلص جامعه، بيخلص جامعه بس. لكن كلنا كنا دفعه واحده، يعني ماجد ورضوان ومحسن منصور ويحيى احمد وخالد النجدي واحمد عيد واحمد حلمي وماجد مجدي كامل ومها ومنال سلامه ووفاء عامر وروجينا ورامز محمد سعد. رامز جلال ومحمد سعد. آه. ده كده انت نص الوسط الفني بالظبط. ما هي دفعه سبحان الله، دفعه منوره قوي، دفعه يعني كلها نجوم الحمد لله، الله بفضل ربنا يعني. فكانت دفعه زي الفل يعني كده ومنوره قوي. و لفت نظري بقى ان في سيزون واحد ثلاثه مننا عاملين حاجه حلوه جدا مع الجمهور يعني. فحبيت افرح باللحظه يعني عشان احنا عدينا على ايام كتيره. طيب انت اشتغلت بصوتس اجرك بعد 2011؟ كانت الكاميرات وقفت كلها والتلفزيون المصري خدوا قرار انه عايزين نشتغل رغم كل الظروف واللي كان حاصل ساعتها. ويا اساتذه هتعملوا ايه في الموضوع؟ فكلنا تقدمنا، انا واحد من الناس اشتغلت ساعتها بصوتس اجر واحد على سته من اجري، وما كانش عندي غضاضه في ده طالما احنا بنساعد. كنت راضي وسعيد ان انت بتقاوم الصناعه. بالظبط، يا لحظه صعبه ولازم كلنا كل واحد يمد ايده ويشيل من ناحيته شويه، وده اللي حصل الحمد لله. طبعا انا اضطريت بعد كده في انه بدا المنتجين يتعاملوا معايا علينا ده اجري، يا جماعه ده كان ظرف، فابتديت من تاني يعني، دايما ببدا من تاني الحمد لله. بس حلو والله لانها تحدي من اول وجديد. ماشي، بس ما تجيش بعد كده لما تشبرق تعاملني على الاجر اللي انا عملته بشكل مؤقت يعني. ده اللي حصل، وابتديت من تاني، ابتديت اتراكم من تاني والمساله تزيد بعد كده. بس فعلا كتير يحصل لي فكره ان انا ابقى واصل لحاجه ويحصل انزل تاني، عارفه زي سيزيف كده والصخره، عملتها كتير في حياتي يعني. طب بمناسبه الفلوس، في صوره انت نشرتها من 40 سنه واتضايقت لما حد كتب ان الفلوس بتغير، لان انت الفلوس ما بتغيركش ولا ان انت ما عندكش الفلوس اللي ينفع حد يقول عليها الفلوس بتغير؟ هو لا ده ولا ده، انا ناشرها وبتريق عليا على شكلي ونفسي، انا اللي بهرج يعني. فمش يعني مش حاجه تخلي واحد يقول لك شوي صوره ومش عارف ايه ده الفلوس، لا ده انا اللي قعدت اهرج على الجاكيت اللي بيلمع وهرج على الشنب اللي لسه. ايوه، ما هو على فكره ما هي دي كانت الموضه زمان. كنت في ثانوي. فقعد انا قعدت اهرج يعني. فانت ما تجيش بقى كصحفي تقول لك ايه صوره صبري فواز زمان الفلوس بتغير، ايه يعني ايه الخبر اللي انت بتقوله؟ ما صبري نفسه اللي بيهرج على الصوره معاك انت يعني. جبت حاجه، اكتشفت حاجه يعني، شيء يعني في سخف الصراحه، بس هي دي الفكره. لكن الفلوس ايه اللي اتغيرت؟ هي قلتها يمكن اتغير. طب الفلوس بتمثل لك ايه؟ وسيله نمشي بيها الدنيا، ما هيش غرض ابدا ولا ينفع تبقى غرض. ولا ينفع تبقى غايه. ما يصحش تبقى غرض، انت عندك مشاكل هتتشيأ، تبقى انت عبد للاشياء. بتفضل عمرك كله بتجري عشان تعمل كذا، بتجري عشان تفهم ان كذا وكذا وكذا موجودين عشان انت تنبسط. الثقافه قد ما هي بتعمل امتلاء وتحقق للبني ادم، لكن ممكن تبقى برضو مصدر تعاسه، لان لما انت تبقى عندك يعني فخامة من الثقافة في وسط مجتمع يعني عنده شهادات عالية كتيرة جدا بس الأمية في الوعي كبيرة جدا، بيضايقك ان انت يعني قارئ جيد ومثقف جيد لما تحس ان الحياة
الثقافة حتى دي نفسها ملهاش تمن؟ لا، هي أولا لها تمن، وتمن كبير جدا وغالي. ولو بتضايق من حاجة بتضايق إن أنا ثقافتي أقل من ناس كتير، يعني ببقى متضايق إن أنا أشوف يعني ليه أنا ما قريتش أكتر عشان أبقى يعني بوازي فلان وعلان وترتان. في ناس كتير مثقفة جدا وأنا جنبهم جاهل، يعني عشان كده اللي ممكن يضايقني في الموضوع، غير كده مفيش حاجه تضايق. ده تواضع. لا ده حقيقه طبعا والله. في ناس عمالقه في الثقافه، بس احنا نفسنا يكون الوعي هو المشروع الاعظم في مصر. نتمنى ده، لان المعرفه نور، والمعرفه بتديك كانها كشافات قدامك، تعرف تروح فين وتيجي منين. اي بتتعبك شويه ممكن تبقى مخليك تشيل هموم، لانك بتعرف حاجات. اللي مش عارف هو عايش وزي الفل في ميه البطيخ، لكن في النهايه هي عمرها ما كانت ضرر ولا حاجه وحشه، ده شيء كويس وكشفها. مش عيب يعني خالص. لا طب ايه اللي بيبسطك؟ ابتسامه بنتي ورضا ابني والقعده مع اصحابي، وانه حد من الجمهور يقول لي ملحوظه حلوه على عمل عملته. ولادك قلنا اسمائهم في سنه ايه؟ ومروان وصبا مظبوط. صبا قمر في اعدادي، سمر في ثالثه اعدادي، صبا في ثالثه اعدادي، ومروان بيخلص هندسه الايام دي. ادي صبا القمر اهو. دي صبا حبيبي يا صبا. طيب هل فيهم حد حاسس ان في جينات الفن؟ الاثنين. الاثنين. مروان ده مروان اهو. بيعزف مزيكا وبيألفها. مروان شكله فنان اصلا. بيلحنها. رغم ان هو مهندس كمبيوتر، بس هو حابب بيعزف جيتار وبيألف وبيلحن وبيغني راب. وصبا عندها عالم التمثيل، مشتركه في فريق تمثيل وفريق كورال وفي الفروسيه، بتجهز نفسها يعني. طيب انت في لحظه تكريمك الاسبوع اللي فات من قسم المسرح في اسكندريه، في اداب اسكندريه مسرح، قلت لاحمد فؤاد نجم: ويا موج بحر الليالي عديتك وانت عالي، كمل بقى. ودفعت المهر غالي من الايام والسنين. ليه اخترت البيتين دول عشان تقولهم في لحظه التكريم؟ علشان انا وقفت على المسرح مكرما في دوره تحمل اسمي في مهرجان قسم المسرح، اللي انا كنت داخل بعد ثانويه عامه قسم المسرح وكل امل ان في يوم من الايام اتحقق وابقى بحقق نفسي في شغلانه الفن يعني. فالايام تلف واروح نفس المكان اللي اتخرجت فيه واللي دخلت اول خطوه عنده، وانا واقف بأكرم من هذا المهرجان. فطبيعي يعدي عليك شريط حياتك اكيد، يعني في لحظه زي دي لازم يعدي عليك شريط حياتك باللي حصل فيه. ايه بقى يعبر عن الشريط ده كله بكل اللي فيه؟ ما لقيتش احلى من كلام احمد فؤاد نجم: ويا موج بحر الليالي عديتك وانت عالي، ودفعت المهر غالي من الايام والسنين. طب ايه بقى اللي جه في شريط الذكريات؟ انت عبرت عنه، ايه اللي جه في شريط الذكريات عشان تستدع البيتين دول؟ الرحله كانت شاقه وكانت طويله، وكان فيها معوقات وصبر ومعفره واحباط ومحاولات وامل كتيره، كانت كتيره ولفيت ورحت وجيت كتير واتخبطت وقمت، فرحله ضخمه لازم شريطها يعدي في لحظه زي دي عليا يعني. وفعلا كان مهر غالي، بس الحمد لله دفعته. اكيد بس انت سعيد بكل اللحظات زي ما قلت، ان انت ممتن لكل اللحظات. كل لحظه الصعبة عدت عليا استفدت بيها وجزء مني وانا سعيد بيها. طب انت كمان من مريدين الرائع فؤاد حداد، مولانا الامام. ليه مسميه مولانا الامام؟ وايه اكتر حاجه بتستوقفك او بتبهرك في فؤاد حداد؟ انه اللغه طيعه، اللغه طيعه والامور بسيطه كلنا بنشوفها، بس محدش اصطادها غير فؤاد حداد. يعني فؤاد حداد قادر طول الوقت يشوف اللي محدش بيشوفه رغم انه قدام عينينا طول الوقت، وطول الوقت عنده فلسفه، وتقريبا كل جمله ينفع تتاخد سلوجان. تقريبا كل كلامه الحقيقه يعني، وفي فلسفه طول الوقت، وفي صنعه في الشعر كده يعني، وصنعه واصله لدرجه التلقائيه. يعني ازاي واحد يبقى صنعته عاليه لدرجه تبان تلقائيه؟ دي مساله
لدرجة أنا كنت بقول عليه ده بيملى، لأن الكلام سلس وبسيط وطيع وبسرعة وفي الهدف مباشرة وساحر. فؤاد حداد واتكلم في كل حاجة في الدنيا، وزي ما قال عن نفسه 2000 سنة ويفضل كلامي جميل. دي حقيقة يعني طول الوقت، وكل ما تعيش في اللحظة فيها إحساس ما هتلاقي لها ترجمة عنده في شعره، أيا كان بقى لحظة خاصة، لحظة وطنية، لحظة إنسانية، لحظة غضب، لحظة فرح، لحظة إحباط، لحظة تحدي، كل المشاعر كانت موجودة في شعره. هل في مواقف معينة أو لحظات معينة اتأثرت فيها بأبيات هو قالها؟ آه كتير. قول لنا حاجة. كتير يعني في لحظات كده موسم الحش بان له أمارة، ما تجحش مع الحمار. ده جملة أنا خدتها وطبقتها وعشت بيها فعلا. يعني أنت كمان صبري بتكتب شعر؟ آه أحيانا بكتب شعر. لا أنت بتكتب شعر. طب وأنت بتكتب شعر أنت متأثر بفؤاد حداد، ولا أنت بتكتب شعر مش يعني حبك لفؤاد حداد ما خلاكش تتأثر بيه؟ لا أنا بحب فؤاد حداد بشكل كأني من مريديه، لكن أنا قريت كل شعرة، كل الشعرة عامية وفصحى قريت كلهم. فأكيد تأثره هيبقى بالكل يعني، وفي النهاية يطلع حاجة تشبهني. فتقال لي إن حاجات تشبهك ما تخصش حد، ودي حاجة ميزة كويسة الحمد لله. طيب فرصة إن احنا نسمع بقى. نسمع إيه بقى؟ مش عارف. اللي يعجبك. الصلاة على ظهر الخيل مثلا. لا دي كبيرة قوي، عايزين حاجة أصغر شوية. طيب إيه أصغر؟ نقول إيه؟ ممكن بقى نستعين بالذاكرة بايظة، ممكن نستعين بال قبل ما تستعين بالذاكرة، احنا عندنا شاعر من كفر الشيخ رائع، محمد الشهاوي، يا رب يديك الصحة. وهو من الناس اللي كلنا تأثرنا بيه طبعا، أستاذنا العظيم محمد الشهاوي، الشاعر إنسان كبير. رائع، شاعر الكبير والإنسان اللطيف اللي يعني محضره طيب، ملائكي. أيوة ملائكي حقيقي. ربنا يديك الصحة يا أستاذ محمد، ويخليك لنا ويخليك للشعر العربي كله يا رب. أنا مش عارف أعمل إيه الحقيقة، فأزوروني. طيب نطلع فاصل. ماشي يا ريت. ونطلع بعد الفاصل نرجع نسمع صبري فواز كشاعر بعد الفاصل. وبنجد تحية لكل مشاهدين وفي ضيافتنا النجم الكبير صبري فواز وشاعر. صبري يمكن ناس كتير اللي متابعينه على السوشيال ميديا عارفين قد ايه ان هو مثقف ورفيع المستوى، واكيد في ناس عارفه ان هو شاعر، بس اغلب الناس برضو مش عارفين، فاحنا عايزين نتعرف دلوقتي. كده قصيده اسمها حوار غريب. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منقوش على القلوب، اسمي في كراريس البنات مكتوب، انا اسمي معجزه النبي ايوب. طيب منين؟ أنا من بلاد ناسها بتتوضى علشان تعيش اللحظة في معادها، وتحنن الأيام على الصحبة، وتجيب لهم من الليل نجوم طازة، وتعلم الشمس التواضع، وبتزرع الورد في خدود الصبايا، أمات وشوش صبحة وعيون بتضحك شقاوة وتختشي رغبة. ده أنت غريب. أنا مش غريب، أنتوا اللي ملكوش في الخروج. يعني إيه خروج؟ يعني الهوى. مش فاهم. طيب اسمحيلي أسألك، من فيكو بيبص في مرايته ويبتسم؟ من فيكو بيعيد على النيل في الربيع؟ من فيكو بيشوف القمر؟ من فيكو بيحب الغنى حتى في ساعة محنته؟ وبقول غنى. من فيكو بيشوف إن الليل يعني شبابيك البيوت هتنور؟ طب مين بيكتب جمله مكسوره زي اللي فاتت دي؟ من فيكم بيلاعب الاطفال اي اطفال كل ما يشوفهم؟ ابقى غريب ازاي؟ يعني الفلسفه يعني واضحه جدا في الشعر.
مش يعني عارف يعني ما يعني ما اقصدش فلسفه، بس ده اللي حاسه فقلت. طيب انت من الناس اللي مشتبك في السوشيال ميديا، في فنانين يقول لك انا مالي، انا مش عايز وجع دماغ، انا مش عايز الناس ما تحبنيش، انا مش عايز الناس تعرف كذا، انا ما ادخلش كذا. يعني في ناس تؤثر السلامه، بيبقى عندها ما تقوله لكن تؤثر السلام، وفي ناس يعني لا ما عندهاش ما تقوله وتؤثر السلام برضه، لانه ما عندوش، مش متابع، مش مهتم، مش ممتلئ، مش حاجات كتير. انت بقى غاوي مشاكل؟ لا خالص، هو الناس اللي بتكبر دماغها دول فعلا ناس برنسات، وهم صح يعني، انا اللي غلط الحقيقه يعني. لانه كتير ببقى يعني احيانا الناس بتبقى مغلوله، مندفعه، متحمسه زياده، فيتحرك ويتصرف بطريقه تخلي الامور فيها عداء، فيها خناق، في حين انه بس لو هدي شويه على نفسه وبص للموضوع ممكن نكتشف انه معاك في نفس وجهه النظر. فدايما ببقى بتكلم في الموضوع ده، انه بالراحه يعني دايما يحصل ترند على الحاجه الفلانيه، فانا اتكلم في اصل الموضوع، فكل اللي كان بيتخانق على الترند يجي يقول لي تصدق صح، طب ليه ما اديتش نفسك فرصه استنى وشوف؟ لانه في احيان كتير تبقى حاجات معموله ومصنوعه ومقصوده علشان الناس تشتبك مع بعض وتتخانق، بيبقى عاملها كده اللي صاحب البوست او الفيديو، او بيبقى قاصد يعمل لنفسه يعني نسبه مشاهده، فعايز الناس تخبط في بعضها. انت ما تساعدوش لو انت رافض، يعني لو عاجبك كلامه ساعد، انت حر، بس اما تبقى رافضه يبقى انت اللي عمال بتشير له حاجات وبتنشره، انت بتبقى انت يعني بتعمل عكس اللي انت عايزه. فاهدى بس وشوف انت عايز تعمل ايه، يعني حدد انت معاك الكلام ده ولا ما هو في نسبة ما بتبقاش عارفه الاتجاه. ماشي، خلينا اشاور له لو انا شويه. لما بتشاور لهم انت على الاتجاه بينتبه. تمام، لو عرفت اشاور هشاور، وبحاول اعمل ده طول الوقت، ان بشاور يمكن الناس تاخد بالها، يمكن حد يراجع نفسه، يمكن طبعا ده تمنه، ان انا ساعات كتير الناس بتشتبك معايا انا شخصيا اتخانق معايا، في حين الموضوع ما يخصنيش، انا بشرح بس للناس ايه الموضوع، واللي مش عايز يسمع هو حر برضه يعني. بس انت دايما غيور على الفن وعلى الفنانين، علشان كل كتاباتك بتروح في الاتجاه ده. ايوه، علشان دي مهنتي اللي انا عارفها واللي شقيت فيها واللي درستها اكاديميا واللي مارستها في الحياه العمليه واللي عمري كله فيها، فمش هسمح لحد يتعامل معاها بانها حاجه تافهه لا مش تافهه، والا ما كانش العمر ده كله راح واحنا بنشقى فيها، وهي فعلا مش حاجه تافهه. ويضايقني اكتر لو الجمل دي طلعت من زملاء ممثلين، عيب عيب، يبقى انت بتاكل وتشرب من مهنه ومربي عيالك منها وعايش حياتك برنس من مهنه وبتتعامل معها على انها مهنه غلط او وحشه بازدراء، عيب عيب عيب. احترم اكل عيشك، احترم مهنتك، فدي حاجه تضايق فعلا. طب انت عندك مع مشكله مع الفن اللي بيقدمه مصطفى كامل ولا مع قراراته؟ وانت قلت على اغنيه قشطه يابا هي زيها زي اغاني المهرجانات. لا انا ما فيش بيني وبين مصطفى كامل اي مشكله خالص الحقيقه، يعني المشكله في انه احنا محتاجين نفتح عينينا اكتر ونستوعب اكتر، لانه احنا مختلفين، واللي بيحب مهرجانات بني ادمين زينا زيهم وعايشين، واللي بيحب الموسيقى الكلاسيكيه زينا زيهم وعايشين، واللي بيحب الراب موجودين، واللي بيحبوا التواشيح موجودين، واللي بيحبوا احمد سعد ومي فاروق وبهاء سلطان المغنواتيه موجودين، يعني احنا كتير واذواقنا مختلفه. لو انا ذوقي بسمع ام كلثوم مش معناها ان اللي بيسمع عمرو دياب يبقى هو غلطان وانا صح، لا مفيش حاجه اسمها كده. كل الناس حقها تستذوق اللي هي عايزاه من الفنون، وكل واحد يبقى له مساحه هو حر، وما ينفعش حاجه اسمها امنع فلان لانه مش عاجبني، مفيش حاجه اسمها كده. سيبه، سيب الناس تغني وسيب الناس تفن وسيب الناس تشوف، وفي النهايه الحكم الحاجه هتفضل موجوده ولا مش هتفضل موجوده. لانه التاريخ قال لنا كده، التاريخ قال لنا ان نفس الشخص اسمه محمد يونس القاضي كتب غنوه انخ الستاره اللي فرحنا، في نفس التوقيت كتب بلادي بلادي،
حد يعرف ارخص تعرف احنا غير القله قله بس اللي يعرف. كلنا بنردد بلادي بلادي، لكن بلادي بلادي هو نفس الشخص وعمل الاثنين في نفس التوقيت. سيب الناس تفن وتبدع، واللي هيفضل هيفضل واللي هيروح هيروح مع الزمن. لكن ما تمنعش حد لمجرد انه مش عاجبك، ما فيش حاجه اسمها كده. انت بتحب تسمع مين؟ وخاصه ان انا قريت لك حاجه برضو قريب، انت بتقول الاغاني الحاليه ما فيهاش جمله فيها شعر. لا، الكتابه نادرا دلوقتي ما بتلاقي جمله فيها شعر يلفت نظرك، نادرا. بس لما بنلاقي حلو بنقول. لما لسه كاتب بوست عن الروعه اللي كاتبها مصطفى ابراهيم في تتر سر البيت، عامل قصيده عظيمه جدا، كلام حلو. لما يبقى في كلام حلو، الحلو بيتقال يا حلو على طول. الحلو يتقال يا حلو في عيونه، في عيونه، لانه فعلا الحلو السعر. حلو والله. لكن فكره بسمعي، انا بسمع كل الغنى، كل الغنى على فكره، وبيعجبني ساعات حاجات مهرجانات واقعد اشغلها وارقص عليها. انا يعني ايه من المهرجانات كتير والله، يعني بحب لخبطيطه جدا. ايه لخبطيطه دي؟ في حاجه اسمها لخبطيطه اللي هي اللي فيها وركبت الاكس 6 ركبت حاجات كده بحبها جدا مثلا، يعني بحب اسمعها. بحب اسمع غنى اللي هو بتاع الايام دي، زي عمرو وزي تامر وزي حمائي. بسمع طبعا، بسمع كل الغنى التقيل القديم، بس يطربني مين ده موضوع يخصني انا بقى. لكن بسمع الكل ومن حق الكل يغني، لكن انا ذوقي شخصيا بحاجه تانية يخصني انا. بسمع اللي يقدر يملاها، لان انا مربيها كويس من زمان، مربيها كويس على المزيكا والغنى. فاللي يقدر يملاها يتفضل، اللي حجمه بيضايقني فبقفل ودني، يعني مش عايزك. بس مش رافضك، انت حر، يعني لو غيري يحبك تعظيم سلام، لانه ده حق الناس كلها. والناس فيما يعشقون مذاهب. طيب انت بعد بيان نقابه المهن التمثيليه في مسلسل ليه لا، كتبت قرار النقابه بيفتح باب نحارب لغلقه. ما زعلتش اشرف زكي؟ مش قضيه اشرف زكي، او يعني دايما لما بقول حاجه مبقاش قصدي النقيب الفلاني او النقيب العلاني، لا. انا الموقف نفسه، المبدا يعني نفسه، مبدا نفسه، يعني المبدا نفسه. ما ينفعش يبقى احنا كنقابه بنطلب بحذف مشهد في حين ان احنا حياتنا كلها بنحارب عشان ما حدش يجي يقول لنا حذفوا المشهد الفلاني. لان ده عالم افتراضي، مش يعني لو جبت مهندس في عنده مشكله. كنت لسه بتدافع عن مسلسل بلطو قبلها برضه. طبعا طبعا طبعا، لانه دي عالم متخيل. احنا الفن كله فن الدراما قايم على فكره ماذا لو، يعني ماذا لو وجدنا مهندس فاسد، ماذا لو وجدنا فنان فاسد، ماذا لو الاب عمل كذا مع ابنه، ماذا لو الام وقفت لبنتها في مش عارف ايه. كل الفن قايم تعالوا نشوف ماذا لو، لان احنا كبشر مش مطلوب مننا نتخبط كل يوم خبطه عشان نتعلم. ما ممكن اشوفها في عمل واضرب مثل بنفسي واتعلم، او اعمل حسابي. مش لازم تروح نفسك تموت علشان تجرب الموت، ممكن تشوفه في عمل ايه اللي يودي الموت وايه اللي يودي للنجاح. يعني احنا بنفترض واقع علشان نتكلم عن حياتنا من غير ما كلنا يبقى مضطرين نتلخبط ونتخبط ونتعور. انت كده شايفه بيان غير موفق. طبعا طبعا. لا، ما يصحش، احنا اللي ندافع عن الموضوع ده، مش نقف فيه، ما يصحش. طب الفنانين نفسهم لما بيهاجموا الفن زي ما انت قلت كده وهو اكل عيشهم، هم مدركين ولا هو ده ناس تشوفه استهداف، نفس تشوفه ان هم اعداء نفسهم، ناس تشوفه، يعني انت بتشوفه ازاي؟ بنشوفه عدم معرفه. هو بس مش عارف، هو مش عارف، لانه لو عارف مش هيقول كده. يعني ما ينفعش تهاجم الفن لتقريبا اكتر حاله نجاح منتج مصري، يعني المنتج الوحيد اللي ينفع تصدر منه 100% من انتاجك، المنتج الوحيد اللي فروم A تو Z هو مصري ومعمول هنا بناس من هنا، ده المنتج اللي يحمل ملامحك ولغتك وثقافتك للعالم، المنتج اللي يعني طول الوقت هو حاجه كويسه، وهو اللي وكلك عيش ووكلني عيش، وهو يعني ليه يتقال عليه كده؟ ده انت لحم كتفك من خيره واكل عيالك من خيره، بتتكلم عنه وحش ليه؟ يا سيدي مش عاجبك خلاص سيبه للوحشين اللي زي حالاتنا، وانت روح
هتطلع جنيحه ورفرف. طيب لما الاستاذ حسن يوسف قال ان هو ما بيتفرجش على مسلسلات رمضان، وامير كراره في نفس الوقت قال انه ما بيتفرجش على التلفزيون، انت ما عجبكش تصريح استاذ حسن يوسف ودافعت عن امير كراره وقلت يشوف يقول اللي يعجبه، في تناقض كده؟ لا انا هو راجل بيقول وانا في اجازه، ده امير بيقول وانا في اجازه ما بشوفش حاجه خالص، ماشي كل حد حقه من اجازه يقول كذا. استاذ حسن برضو حتى موقفي معاه استاذ حسن على راسه من فوق كاستاذ حسن، لكن يحق لي الا اختلف مع راي استاذ حسن. وعلى فكره لما الاستاذ عمر حسن يوسف ابن استاذ حسن يوسف تواصل معايا قلت له الكلام ده وهو تقبل وفهم انا قصدي ايه، المساله ما فيهاش اي حاجه، منتهى الاحترام لاستاذ حسن. يحق لي اختلف معك مع كلام حضرتك، ده حقي، لكن ده لا ينفي احترامي ليك. دايما الناس تتخانق لو انا قلت راي تاني عن سين او صاد، تعاملوا مع المساله. وعلى فكره بقى كل اللي حصل سواء مع استاذ حسن يوسف او مع استاذ مصطفى كامل او مع الدكتور اشرف زكي او مع اي حد، هو وجهه نظر الصحفي اللي نقل البوست عشان يقول فلان يهاجم فلان، انا لا هاجمت فلان ولا هاجمت علان. انا بقول رايي، ليه تتخيل ان انا بهاجم فلان؟ ولا انت عايز تعمل ريتش لنفسك على حسابي انا وعلى حساب خناقه بيني وبين زميل؟ انا اللي هاجمت ولا عملت، لكن من حق اقول رايي في الكلام اللي انت بتقوله، خصوصا لما الوقت يثبت ان انت ما كنتش عندك حق في اللي بتقوله. طب انت ما كنتش شايف نفسك حد وانت بتتكلم عن الاستاذ محمد صبحي؟ انا مش حد في اي، انا بتكلم ببساطه. الناس مستغربه ليه ان حد يقول بحب وما بحبش، وانا قلت بحترمش، وانا قلت ده بقلل من اي حد. كل الناس على راسي وكل الناس محترمه وكل الناس لها عندي تقدير، يحق لي انتقد واختلف مع وجهه نظرك، ده حقي وما يضركش وما ينقصش منك حاجه، ويفضل احترامك موجود وعلى راسي. اه بس انت قلت انا ما بحبوش ولا على المستوى، بحبوش بحبش ولا على المستوى الشخصي. ومش من حق البني ادم يقول بحب وما بحبش، لا ده طبعا اقل حقوق البني ادم في الدنيا يقول بحب وما بحبش. حتى استاذ محمد نفسه لما جه يرد قال لهم راجل ما غلطش في حاجه، هو بس ما اعرفش ليه بيقول كده. اذا هو نفسه شايف ان انا ما غلطتش في حاجه، ومن حق الناس يا جماعه انها تقول بيحب وما بحبش. ادنى درجات حقوقك كبني ادم انك تحب وما تحبش، كبني ادم مش كفنان، انك تحب وما تحبش ده حقك. ايه الغريب في كده؟ ما انا كفنان بقى لما يجي حد يقول ما بحبش صابر فواز، ما ده حقه، هكلمه في ايه؟ ما بيحبنيش، هو حر، واحد ما بيحبنيش هخليه يحبني بالعافيه؟ ودي يعني ده وانت تملك تغير تعمل تقلب تخلي ماشي، لكن انت لو تملكش اي حاجه يا دوب هتملك بحب وما بحبش، ادنى الحقوق. ايوه بس في ناس بتحتفظ بالراي ده لنفسها عشان ما بتبقاش عايزه الناس تزعل منها. وايه زعل ايه زعل اي حد ان اقول بيحب وما بحبش؟ انا لا بنتقدك ولا بطلع فيك حاجه غلط ولا بقول عليك كلام غلط. انا بقى كبني ادم احبك ما احبكش زي ما ايه مواطن يحبني وما يحبنيش، عادي عادي. احنا ليه بنكبر الامور وبنعملها؟ وزي ما قلت لحضرتك نص الكلام ده او 90% من الكلام ده سببه الصياغه اللي بتعمل بيها الخبر لما يجي يعمل نفسه صحفي، ياخد عندك بوست من صفحتك ويعمل اللي هو عنوان يخصه بوجهه نظر تخصه. انت ما بتبقاش قاصد تزعل حد خالص، لان ده مش الموضوع. يعني واحد كاتب صبري فواز ترى هل يقصد ان يهاجم كذا؟ يعني انت ما تعرفش؟ طب بتطلعها على اساس ايه؟ بتتساءل ليه؟ يقصد انت عايز تقول قصدي؟ انت هتقول لي انا قصدي ايه؟ وتحاسبني على القصد اللي انت فهمته انت مش انا اللي قايله؟ ده ايه الجبروت ده؟ ده في ظلم، ظلم كبير ان حد ياخد كلامك ويفسره براحته وبعدين يبدا يحاسبك على تفسيره هو. ده كلام اهبل ما ينفعش. لا انا اقول رايي طالما تعالى هات بقى اللي انا كاتبه وفنده، هل في خطا في اي حد ايا كان؟ لا خلاص وجهه نظر انا حر فيها. ده ما يخليكش اكثر حرصا بعد كده في ان انت بتقول رايك بصراحه؟ ما هقول وهفضل اقول، وايه المشكله ان اقول؟ وانا يعني لا معليش ديون لحد، لا نفسيه ولا ماديه، وما عنديش عداوه تجاه اي حد في الدنيا اصلا.
فايه المشكله ان اقول رايي في حاجه؟ ده يعني اقل حقوقي يا جماعه. اخطائي بتعجبني. اه طبعا. بتبقى عارف ان انت بتغلط ولا انت ثقافه الاعتذار مش في القاموس؟ ازاي؟ لا بالعكس، اما بغلط بعتذر طبعا طبعا، وكتير عملت ده واعتذر لناس انا غلطان. بس طب يعني ايه؟ اشرح لنا اخطائي بتعجبني. انه كل انسان تصرفاته بتاعته، يعني اللي بيحددك انت كبني ادم ايه؟ مجموع تصرفاتك في الحياه بتحدد ملامحك. فانت عملت حلو عملت وحش كله بتاعك، الحلو والوحش تكوينتهم مع بعض هتقول لنا ده فلان ملامح فلان. فاخطائي بتاعتي تخصني وتشبهني وراضي بيها، يعني راضي بيها، لانه الكلام ده اتقال في موقف انه لو اتعادت، قلت لو اتعادت الحياه هعمل نفس اللي عملته بالاخطاء. فردت الاستاذه المذيعه قالت لي ليه بتغير اخطاء؟ قلت لها غيرها ليه؟ ما هي تشبهني، يعني مش يمكن اعمل اخطاء تانية اوحش؟ دي رضياني وعجباني وتشبهني ودفعت ثمنها والحمد لله. انت عندك من الثقه بالنفس ولا نعتبره زهد ان لما حد بينتقدك يقول مثلا صبري ملوش في التمثيل، ان انت بتعيد نشر ده، ده ايه يعني؟ قوه ثقه في النفس ولا زهد ولا غير لا تبالي بهذا الكلام؟ لو كنت لا ابالي ما كنتش نشرته، انا ابالي بيه واقصد بيه انه اتعلم لو حد قال عليا حاجه ان ما بعرفش امثل او في حاجه غلط اتعلم من اللي بقوله، وافكر نفسي ان انا بني ادم زي الناس، مش متفق عليه، مش لازم نتفق، الناس كلها تتفق انك عظيم او عادي، زي الناس تحبني وناس ما تحبنيش، ناس عاجبهم ناس ما عاجبهمش، عادي يا جماعه احنا بشر. يعني ايه الغريب؟ يعني انا مش شايفه غريب خالص، يعني شايف ده الطبيعي. طب هل من حق الجمهور ان هو يحب او ما يحبش او يزعل او ما يزعلش علنا ولا برضه يحتفظ برايه بنفسه؟ لا علنا، الجمهور يقول اللي يعجبه. الناس اللي بتهاجم بعض زملاء عملوا ده مؤخرا يهاجموا الجمهور عشان بيقول، لا ده عيب. الجمهور من حقه يقول رايه طول الوقت، احب وما بحبش، هو حر. امتى اطالب بتفسير؟ لو اللي بيتكلم ناقد مش جمهور. في الحاله دي بيتكلم في فكره صح وغلط، فهنا حقك ترد عليه. لكن لا مش هرد عليه، حقك ترد على الجمهور. لا مش حق ارد عليه، واجبه يفسر لي كناقد، انا بتكلم عن الناقد دلوقتي، يفسر لي وحش ليه وحلو ليه عشان اتعلم، ده واجبه. واجبي ان اسمع الملحوظات دي واحاول اتعلم منها. لكن الجمهور بره بقى النقاد، الجمهور يقول اللي عايزه، هو حر، هو صاحب الحق يقول بحبه وما بحبش. ما نقدرش لما حد يقول بحبه وما بحبش تقول له حاجه. هو انت شايف ان مش من حق الفنان يرد عليه، هو حر يقول. يرد على الجمهور يقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ اقصى حاجه اقدر اقولها لو الناس بتقول ان مش عاجبني شغلك، اقصى حاجه اقول لهم انا اسف، اتمنى المره الجايه اخلي بالي اعمل حاجه تعجبكم. ده اقصى حاجه اقدر اقولها. مش مسموح لي باكتر، ايه بامرت يعني إيه؟ ده رقي في الاداء عموما. لا دي الاصول. لكن انت ممكن تاخد بكلام حد وتنتبه مثلا ممكن يكون في تقصير هنا فهو يكون عنده حق. وارد جدا جدا. ما حدش فينا مكمل. وارد ان ابقى غلطان في حاجه واجي اخلي بالي منها. ما كتير ناس قابلتني في الشارع قال لي يا استاذ ما كانش صح تشتغل في المسلسل الفلاني. قلت له تمام حاضر اخلي بالي بعد كده. خلاص هو شايف ان انت قيمه كويسه ما يصحش تشتغل في حاجه يعني مش راضيه، هو شايف كده، فتمام حقه. واقول له انا اسف وان شاء الله المره الجايه اعمل حاجه ترضيك. لكن ازعل عشان الجمهور واتخانق مع الجمهور؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده احنا كلنا يعني نتمنى رضا الجمهور. هو ده الاختلاف بين الشخص المثقف الفاهم اللي فيه حكمه وفيه اتزان وبين حد مندفع. يعني بمناسبه الاندفاع والاخطاء وبمناسبه ان انت اهلاوي كبير، انت برضو ما عجبكش موقف حسين الشحات لما ضرب الشيبي؟ ما يصحش. ما يصحش، يعني فكره انك تمد ايدك على بني ادم بالالم دي مهينه جدا وما يصحش تعمل، واجب هو يتحاسب عليها حساب بيستحق الغلط الكبير ده. حتى بعد ما هو عمل بيان الاعتذار؟ لا ما يصحش ما يصحش. مفيش حاجه اسمها تمد ايدك على وش بني ادم بالم، ما يصحش.
لا مش بس في الكرة، في الدنيا كلها، لان دي يعني حاجة مهينة وما يصحش تعمل. ايه اللي يرد اعتبار اللاعب المغربي؟ اللي هو يقول عليه ويرضيه، لان هو صاحب الشأن، انا مش هختار، بس حقه يتراضى، حقه طبعا. يعني واجب ان حسين يعاقب، وانا اهلاوي صميم بحب الاهلي جدا، بس الاصول اصول. هو اتطبق عليه عقوبه، بس يعني في ناس شايفه ان العقوبه مش، ما مش انا اللي هطبق، النادي والاتحاد هم اللي يطبقوا، لكن مش انا، لكن ده رايي، ان انا فعلا شايف حاجه ما يصحش. لكن ما تعاطفتش مع بيان الاعتذار اللي عمله حسين شحاته؟ لا. لا انا اسف، بس لان الموضوع مهم، لانه الدفعه اللي انا زقيتك وقعت رغم انها برضو فعل عنيف، انما في النهايه اقل اهانه من فكره الالم. فكره الالم دي فكره مهينه، وما احبش اشوفها لاي بني ادم ايا كان. طب بمناسبه الكوره بقى، انت كتبت عايزين نطبق الاحتراف، ده الفيديو بتاع حسين شحات، عايزين نطبق الاحتراف في كره القدم، انت شايف اللي عندنا ده دلوقتي ايه؟ لا هو انا بتكلم في فكره ان احنا عندنا مشكله، كل ما لا عندنا مشكله في موضوع اتساق افعالنا وكلامنا، اللي هو كل ما لاعب يتنقل، ما احناش متسقين، لا احنا مش متسقين مع ما نريد، بمعنى انه انت عايز تطبق الاحتراف اوكي، طب اي حد يتنقل في اي حته عادي، لا بنزعل، طب ازاي انت عايز تطبق الاحتراف؟ الفن المصري ليه مش عارف ايه، اوكي بس انت طول الوقت عمال بتتهم الفنانين هم لا مؤاخذه، طب انت عايز ده ولا عايز ده؟ بالشكل ده طول الوقت احنا بنعمل حاجه، بننادي بحاجه ونعمل ضدها. طب من فضلك انت عايز ايه؟ انت حر، عاوز اللي تعوزه، بس اللي انت عايزه اعمله، مش تبقى عايز حاجه وتعمل ضدها. يعني شويه اتساق بس. عايزين نعمل سياحه ونوفر عمله صعبه ثم نلغي الحفله. يعني نقف نلغي حفلات سياحيه ونعامل السياح وحش، ونقول لك احنا عايزين سياحه وعايزين عمله صعبه، نفس الفكره، ما هي نفس الفكره. احنا محتاجين نحدد احنا عايزين ايه ونعمله، مش طول النهار بنصوت عايزين كذا، ولما يحصل كذا نبقى ضده. طب انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ حدد الاول وتعالى، اما تحدد هتلاقينا تحت امرك، بس حدد انت عايز ايه الاول. برضو عايزين نحافظ على الهويه المصريه، وسايبين كل ما هو مصري، وبنجري ورا الالفاظ والاسماء والملامح والثقافة، سواء الخليج، أوروبا، تركيا، واو واو. ما هي نفس الفكرة. أوكي أنت عايز تحافظ على هويتك المصرية، وطول النهار مفرداتك كلها ما هيش مصرية، طب أنت عايز إيه؟ عايز ولا مش عايز؟ يعني دي الازدواجية العظيمة بالظبط، لازم نحدد إحنا عايزين إيه، إن لو حددنا إحنا عايزين إيه هنوصل له بسهولة، إنما الهري اللي إحنا فيه ده مش هيوصلنا لحاجة. حدد عايز تعمل هويه مصريه، يبقى ما فيش اسامي محلات اجنبيه، يبقى ما فيش مفردات ثقافه اجنبيه هي اللي تبقى، يبقى انت مصري بكل ملامحك، اكلك، شربك، لبسك، اسامي محلاتك، اعياد ميلادك، السبوع، الحاجات. مش تقول لي عايز هويه مصريه وتقول لي بلاش سبوع وخليها عقيقه، طب ما هو انت كده بقى انت اللي بتلغي. نفس الفكره في كل حاجه، شوف انت عايز ايه واعمل له. ما هو احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. ما هي دي بقى المشكله. هتفضل طول الوقت بقى بتهرف كل اتجاه شوية، وتيجي تجري في عكسه، في الاتجاه وفي عكسه، ده بياخد باور كتير جدا ومفيش ناتج. وده اللي حاصل، احنا شعب طاقته عظيمة، منتجنا قليل بسبب الحكاية دي، ان احنا مش محددين عايزين ايه. حدد عايز ايه واعمله، هتلاقي الامور اسهل، ونص الطاقة دي متوفر، والانتاج هيبقى اعلى، المنتج اللي يطلع من في الاخر ايا كان مجال ايه، هيطلع حاجة يعني أكبر بكتير من الهري اللي في كل اتجاه شوية وترجع، وترجع شوية وترجع، مش هنوصل لحتة. طب خلينا عند المنتج الخاص صبا الأول، بأنها البنوتة وهي الصغيرة، بتستغرب الجيل الجديد فيها، بتتعلم علشان تعرف تتعامل وتعرف تواكب المستجدات، يعني صبا عملت فيك إيه؟ صبا ومروان هما الاثنين خدوني لعالمهم. ايوه بس مروان اكبر شويه. حتى يعني لا حتى ده في البدايه ما انا ما كنتش اعرف عالم الراب ده كله، ما كنتش اعرف حاجه عن عالم الراب. مع مروان باهتمامه، فلازم اخد بالي ابني مهتم باهتماماته ايه، وابص واعرف عشان اعرف هو بيعمل ايه وبيخلي ايه. ف
فابتديت اهتم بالعالم بتاع الراب، فعرفت حاجات كتير جدا عن عالم الراب. مين بيستوقفك في من بتوع الراب؟ لا كتير كتير، من يعني مروان بابلو، ابي يوسف، ويجز، وفي ميكي. ميكي اه بعدهم شو، بس هو عالم الراب، الراب بره دول يعني في العالم ده شويه. فعرفت حاجات انا ما كنتش، لو انا لوحدي ما كنتش اعرفها. عرفتها عشان ابني مهتم بيها، فعايز اشوفه هو مهتم بايه. صبا مهتمه بعالم الانمي الياباني، في دلوقتي زي كرتون ياباني اسمه انمي، حاجه طايحه في العالم كله دلوقتي، او كوري تقريبا، وكل العيال الصغيرين مهتمين بيه، فلازم اروح ابص واعرف ايه الحواديت وايه الشخصيات واللي فيه عشان ابقى عارف بنتي مهتمه بايه. فكره هم بقى كده، هم اللي ضافولي، هم اللي علموني على فكره. مساحه الدلع بقى بينك وبين صبا حبيبه باباها، يعني البنت بتبقى حبيبه باباها فعلا، ولا انت ومروان اصحاب برضو ومفيش قصه؟ العلاقه مختلفه شويه، انا ومروان دلوقتي اصدقاء، كانه صاحبي من سني. والعلاقه بينا زي اصدقائي الانتيم بالظبط. انا عندي اصدقاء ربنا يخليهم من بقالي 40 سنه مع بعض، هو علاقتي بيه زيهم بالظبط، انه كل الحاجات بقولها قدامه بوضوح، وبكشف نفسي قدامه وبقول له كل حاجه، يعني كده صديق انتيم يعني. صبا بقى لو حاجه ثانيه، بنت يجي يقول لك ويحكي لك وكده، كل حاجه احنا بنقول لبعض انا وهو، كل حاجه بوضوح شديد جدا، صاحبي الانتيم يعني. وعلى فكره دايما بستضيق برايه، ورايه دايما في عقل كده ورزين. صبا الدلع بقى البنات بقى الحته الطريه يعني، تعمل ايه، عايزاه ست البنات يعني. والبنات كده، البنات كده يعني ليهم حته طول الوقت زياده يعني. انا اتربيت كده، انا اتربيت، ابويا كنا اربع ولاد وبنت، كان دايما يقول لنا دي ستكم خلي بالكم، عشان هي بنت وحيده، فكلنا بندلعها، وربنا يخليها يعني، ده الصح. اسمها ايه؟ هويده. هويده بنمس عليك يا هويده. مساء الورد. طيب بمناسبة بقى الحاجة الخاصة، نروح لحاجة أنت بتحبها اللي هي السير الذاتية. أنت عملت محمد مرسي وفي الاختيار، وعملت بليغ حمدي، وحلمك تعمل تاني بليغ حمدي، وعملت محمد حسن هيكل، وعملت بن لادن، حاجات كتير. أكتر شخصية من شخصيات السير الذاتية دي أجهدتك أو تعبتك؟ محمد حسن هيكل. ليه؟ عشان ما كانش في اي ماده عنه. ما عنديش اي ماده عنه، مش انا بس، الناس كلها تعرفش عنه غير اللي هو بيقوله عن نفسه واللي هو كتبه فقط. فده كان اصعب شخصيه عرفت قابلتني يعني في شخصيات السير الذاتيه. طب ومرسي؟ لا ما كانش في مجهود ضخم زي لان كنت عارف وشايف وشفناه بيتكلم، وشفناه في حالات مختلفه، فعرفت اشوف الانفعالات المختلفه واستدعيها يعني بسهوله، يعني مش زي هيك. اجدته بالظبط الحمد لله. يعني الكتائب ما طلعتش عليك؟ لا الحمد لله، يعني قبل شويه بدا هجوم، اول ما الصوره دي تحديدا نزلت، بس لما شاف المسلسل ما خلاص بطل الهجوم خلاص. ما خففش الظلام مرسي وبن لادن؟ لا بن لادن كانت حاجه حلوه، وكان عاجبني جدا التحدي انك تعمل حاجه. ايوه ما خفتش بقى من خفافيش الظلام وانت بتعمل شخصيتين؟ يعني ايه لا يحصل يعني. انا لا بتخانق ولا بعمل، انا بمثل، واللي شافوه ما ضايقهمش على فكره. انت عملت بليغ حمدي مرتين، ومع ذلك عايز تعمله عمل كامل لبليغ حمدي، ويا ريت. أيوة عشان بليغ يستحق، بليغ يستحق كتير، بليغ حقيقة. كبير كبير، وعالمه ضخم جدا انسانيا وفنيا، يستحق. فاتمنى يعني، اتمنى قبل مشاكل يبقى اكبر من كده، ومش عارف اعمله. انت هوت وانت بليغ بالظبط. هو شابا، بليغ شابا، لما اول ده وانت في ام كلثوم كان بلحن مع ام كلثوم. وانت فيك شبه يعني، التكوين الجسماني شويه شبه يعني، شبه بعض. استاذ بليغ. طيب قصه زكريا الحجاوي برضو، ده اصلها قصه دراميا حلوه، وموضوعها وعنوانها حلو يعني، محتواها حلو. لانه الراجل لف في مصر كلها، يجيب من هنا مطرب، ومن هنا عازف، ومن هنا بتاع ناي، ومن هنا بتاع ارغول، ومن هنا بتاع ربابه، ومطربه من هنا، ومطرب من هنا، لحد ما من مصر كلها لحد ما كون الفرقه
الشعبية. الرحلة دي لوحدها دراما، دراما كتيرة، وأكيد في يعني في ده في منهم مواقف إنه يروح ياخد واحدة فأهلها يرفضوا، لأنه كان بيجيب ناس من الأرياف ومن نجوع وكده، فكانوا أهلها يرفضوا لأن الموضوع ده كان لسه الناس فاهمة إنه عيب الموضوع ده، لدرجة إن فيهم واحدة كان مش عارف يسيبها وأهلها رافضين فاتجوزها اللي هي خضرة محمد خضر. الرحلة دي فيها دراما كتير جدا، دراما حلوة، غير إن المعنى الأكبر فيها فكرة إنك تلم أشلائك، تلم ملامحك، تلم يعني ملامحك مصريين قصدي، يعني تلمها كلها زي رحلة إيزيس لما كانت بتلم أشلائه زي أيوه. هو بيعبر عن مصر في جزء كبير منها، وفي مراحل كتير، وفي نوعية بشر فيها كتير، ومواقف درامية كتير جدا. كل بلد راحها وكل موقف عايز فلانة تيجي تنضم للفرقة وأهلها رفضوا، في دراما طول الوقت. مين كانت فتاة أحلامك من نجمات السينما؟ سامية جمال. كان نفسك تكون موجودة وانت بتشتغل فتقابلها؟ ده انا لو موجود في ايامها كنت هروح اقفلها تحت البلكون. بجد؟ اه والله، سامية جمال ده عش. انت كنت مشاير فيديو ليها افتكر. سامية جمال بالنسبة لي هي الحلم، هي الانثى، راقصة النموذج والانثى النموذج. سامية جمال كانت بترقص بلدي، بترقص تعبيري، وبترقص اوروبي، وبترقص شرقي، برقي، كل حاجة، بتعمل كل حاجة. فراشة، وعاشت طول عمرها فراشة من ساعة ما شفناها في أول فيلم وهي صغننة لحد ما ربنا افتكرها، طول الوقت رشيقة وحلوة كده، غير ملامحها المصرية، غير جمالها وأنوثتها الطاغية. سامية جمال بس، سامية جمال ونقطة، مفيش حد تاني، كلهم حلوين وعجبوني، بس دي كانت حاجة تانية لوحدها. سامية جمال دي كانت سامية جمال. الجمال كله جمال. طب ومن الجيل الحالي مين ما اشتغلتش معاه ونفسك ان انت تشتغل معاه؟ منى شلبي. منى شلبي تستحق. منى شلبي ما اشتغلناش مع بعض خالص، وانا بحبها جدا كممثله، وشايف انها من اهم ممثلات جيلنا وعصرنا ده. وعلى فكره عيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا منى، برج الاسد. ربنا يسعد ايامك وتفضلي دايما كده النواره اللي منوره شغلانتنا والله. واحنا بنأكد دايما منا نواره فعلا في كل حاجه، ودايما مشعه ومشرقه وطاقه حلوه جدا، وشخصيه مختلفه جدا جدا، زي صبري برضه شخصيه مختلفه. وانت برج القوس، بمناسبه ان هي برج الاسد، احنا رايحين فقره عن الابراج ونشوف برج الاسد هيعمل ايه في بقيه الابراج. بتهتم بالابراج شويه يعني؟ من باب اللطافه يعني، من باب الفضول كده، لطافه كده. أنا سعيدة جدا جدا يا جماعة. صعب جدا إن أنت تحاور حد بجد هو أخوك بجد، وبتفرح له في كل خطوة، ويعني كأن أنا اللي بنجح، وأكيد نفس الشعور متبادل. طبعا طبعا، إحنا كنا بنمثل مع بعض. فريد كفر الشيخ المسرحية دي كانت بطلة الفرقة. بس يعني هو ضليت طريقي، وهو اللي بان نجم. ربنا نجحت في الاعلام وهو اكبر يعني. ربنا يخليك، ودايما متفوق ومشرق وممتلئ وراضي وجميل وحكيم، كل حاجه حلوه. اشكرك جدا جدا، ونشوفك دايما في افضل حال. وبعد الفاصل رايحين لهالة حافظ، انتظر. التالي توقعات تأثيرات شمس الأسد على الأبراج مع هالة حافظ. وبنجد حياة مرة تانية لكل المشاهدين، والفقرة اللي احنا بنختم بيها الأسبوع، الختام الحلو، ومن ورانا هالة حافظ. ازيك يا هالة؟ اهلا يا عاملة ايه؟ نورك حبيبتي، الحمد كل لله، كل حلو، كل سنة وانت طيب. وانتي طيب. دلوقتي احنا شهر الأسد، أسد الغابة، الشهر ده شهر الأسد، وكل سنة وانت طيبة للجميلة الرائعة المشرقة دايما منى شلبي. كل سنة وانت بخير ومتألقة وحلوة زي ما انت، كل حاجة فيكي طبيعية وحقيقية زي ما انت منى شلبي. كمان صديقتي الجميلة شيري مصطفى، كل سنة وانت نقية وجميلة ورقيقة، يعني في
نوعيات من برج الأسد، لكن مش ما فيهمش الصفات اللي ممكن تبقى شوية متحفظ عليه في برج الأسد. كمان زميلتنا وصديقتنا وطبعا من أهم الناس معنا في البرنامج إيمان عثمان، وكمان بروديوسر البرنامج الأستاذ كريم الكحكي برج الأسد. فلكل الحبايب ولكل الناس الحلوة ولكل الناس العزاز برج الأسد، هويدا نصار برج الأسد، بيبل صباح برج الأسد، يعني لكل الحبايب الغاليين كل سنة وانتم طيبين. مين أسد؟ مين تاني؟ والبدري كمان، بدري طبعا، وأشرف فضل أسد. يعني كلكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا حبيبي. ايه بقى الأسد عامل فينا ايه؟ انا هسألك سؤال قبل ما ابتدي يا سوسو. اتفضل. تحبي نتكلم في الحلقة دي زي ما بيقولوا الحقيقة الموجعة ولا الكذب المريح؟ لا انا ما احبش الكذب المريح، بس احب الحياة الحلوة. ما هو احنا خلينا موجعة. لا انا هما الاختيارين دول موجودين، يا اما حقيقة توجع شوية يا اما نكذب ونريح، فانا مش عارفة اقول ايه بصراحة. انت لا 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 ما نكذبش. طيب نقول الحقيقه اللي ممكن تضايق حد. الشهر اللي احنا داخلين فيه ده شهر ازدواجيه غريبه وتناقض غريب، يعني فيه حاجات حلوه قوي بس بتصاحبها ماشيه معاها بالتوازي حاجات ممكن لازم نحذر منها جدا. فاحنا هنحاول على قد ما نقدر نقول ده ونقول ده عشان تستمتعوا بالبشارات والانفراجات، بس عينكم تبقى برضو على الايه بعض التحذيرات والمعاكسات عشان ما نبقاش ايه ضحكنا على حد. لا نقول بصراحة عشان الناس تنتبه، الناس تحذر. بالظبط. بس ده على الجميع. على الجميع، على الجميع هيبقى عنده الازدواجية. لا نستثني احد. لا نستثني احد. طب قولي حقيقي يعني. بس في ناس عندها بشارات اكتر من غيرها. والتحذيرات بسيطة، بس في ده لا يمنع ان في لكل برج حاجة يحذر منها. ليه؟ لان الشهر ده عندنا احنا في الشهر اللي فات قلنا الزوايا والمعاكسات كانت تكون بسيطه. شهر السرطان طبعا ده حقيقي، كانت الزوايا شهر الخير، كانت زوايا اللي عاملها الكواكب مع بعض تكاد تكون بسيطه. الشهر ده في زوايا واضحه جدا للكواكب مع بعض. اولا ان فينوس كوكب الحب والجمال متراجع ببرج الاسد، في حين ان برج الاسد داخل لهم الشمس وبنحتفل بيهم، فشايفه الازدواجيه انتوا الشمس داخله لكم مديه لكم حماس وطاقه وحاجات حلوه. اون ذا اذر سايد برضه فينوس متراجع في نفس المكان، فعندكم حاجه متراجعه وعندكم حاجه بتدي. فدي الازدواجيه اللي بقول لك عليها، ان احنا ما نقدرش نقول بس الله ونهيص ونسقف ونقول في شمس حلوه ونلاقي ان في علاقه مثلا بتتاثر وبتتقطع ويحصل انفصال. ما هو فينوس ده بتاع الحب، فينوس ده بتاع الجمال، فلازم برضو نخلي عنا على الجزء السلبي ونحط عنا عليه. فلو اول سلبية ممكن ناخد بالنا منها ان فينوس في تراجع، ويوم كمان 28/8 او 27/8 مساء عطارد هيتراجع. فاحنا في شهر 8 كده هيبقى عندنا فينوس متراجع وعطارد متراجع. يبقى ليلة 28 فينوس متراجع. لا فينوس دلوقتي متراجع واحنا بنتكلم. امال ايه اللي متراجع 28؟ عطارد كمان هينضم له ويتراجع. عطارد كمان متراجع. طيب فينوس متراجع على 12 برج، يبقى نحذر من ايه؟ نحذر في ان احنا نبقى عصبيين مع شركاء الحياة. مع الناس اللي بنحبهم هتلاقي نفسنا كده بتنتبنا عصبية. وهتلاقي حاجة تراجع الكوكب بيجيب لنا حاجات من الماضي بيترجع تاني، يعني اللي عنده مثلا علاقة طلاق أو علاقة قديمة فشلت هتلاقي في إعادة حسابات من أول وجديد، العلاقة بترجع. حسابات ولا حنين؟ الاتنين. أنا عندي حنين. اللي عندهم دعم هتلاقي حنين والعلاقة بترجع بحلوها، اللي عندهم معاكسة هتلاقي العلاقة راجعة بمشاكلها. وهنشوف دلوقتي هنتكلم، مش هنسيب برج إلا ما هنتكلم عنه، مين اللي راجع حنين وعلاقات حلوة اتقطعت ورجعت بحلوها، ومين علاقات كانت خدت حاجات وحشه وراحت وراجعه بالحاجات الوحشه من اول وراجعه بمرها تاني. طب نبتدي بحلوها ولا بمرها؟ بس في حاجه تانية عايزه اقولها، عطارد بقى لما هيتراجع دي اكيد هنكون عملنا له حلقه. انا بحذر بس مع تراجع عطارد اللي هو هيبقى مع اخر الشهر، نحاول ما نسافرش،
يعني نقلل حركه السفر. فاللي عنده سفر يا ريت هقول لك تراجع بالظبط. استني سفر خارج مصر ولا داخل مصر؟ طب ده الناس كلها عامله حسابها لغايه 15/9. اجلوا سفركم من مثلا 27/8 لغايه 15/9. يا ريت الواحد في الفتره دي يقلل حركه السفر. من 27/8 ل 15/9 احذروا السفر الا للضروره القصوى بالظبط جوه مصر وبره مصر. مع تراجع عطارد لا هو الاكثر حركه الطيران اللي بتبقى طيران. طويله يعني أوكي. افضل فيها كده، وافضل مع تراجع عطارد بلاش نضارب في البورصه لان البورصه بتبقى واقعه. اللي بيحب البورصه ما يضربش بالبورصه من كام لكام؟ من 27/8 مساء لغايه 15/9. 27/8 مساء لغايه 15/9 احذروا المضاربه في البورصه. طيب وقلنا ان تراجع فينوس اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بيخلي العلاقات العاطفيه فيها احتكاك حتى على توافه. حتى بتلاقي مثلا موضوع مش مستاهل، صاحي على الصبح كده بتجر شكل مراتك او خطيبك او وكمان بتقولي صباح الخير فده نتيجه تراجع فينوس اللي هيفضل لغايه 4/9. 4/9 فينوس متراجع ده كتير قوي. شفتي مش بقول لك هو شهر الازدواجيه؟ طب الشمس داخله لنا بحاجات حلوه، طبعا داخله لنا جوبيتر الموجود بالتور في حاجات حلوه. احنا قلنا سلبيات بس في كوكب جوبيتر كوكب الحظوظ الكبرى قاعد في التور جايب حظوظ حلوه. في الشمس داخله بالاسد جايبه الابراج كتير حظوظ حلوه بعد ما كانوا متعاكسين. ف قلنا طيب. الايجابي نمسك بقى الحمل، صلى على النبي كده ونقول بسم الله ونبتدي واحده كده بالراحه بالهداوه. وعايزه اقول كمان حاجه تانية في شهر اغسطس ان في ظاهره بتحصل كل 3-4 سنين مره ان بيبقى في اكتمال القمر مرتين مش مره واحده. اكتمال القمر مرتين ولا قمرين؟ لا اكتمال القمر مرتين، عشان كده اما سالتيني النهارده ايه موضوع القمرين ده، لا مفيش قمرين، يعني القمر في شهر اغسطس هيكتمل ببرج الدلو مرتين. يوم 1/8 وهيكتمل ببرج الحوت يوم 31/8 فيعتبر شهر 8 اغسطس. يبقى 1/8 و31/8 اكتمالين قمرين. طب الاكتمال ده حلو ولا مش حلو؟ الاكتمال عاده اطوار القمر بيبقى ايه فيه بدر اللي هو بيبقى المحاق بيبقى المحاق اللي هو ولاده القمر نيو مون، وبيبقى فيه هلال وبيبقى فيه بدر. دايما ولاده القمر هي البدايات الحلوه. نبتدي نقص شعرنا، نبتدي فرص الزواج. بس البدر كده وهو مشرق بدر. اكتمال القمر عاده في ابحاث عملوها عالميه وهي لسه على فكره ما فيهاش تاكيدات، ان بيقول لك ان مع اكتمال القمر بيزيد العنف، بيزيد القتل، بيزيد عمليات الاغتصاب، فهي دي احصائيات شايفة عملوها. شايفه ان الرومانسيه كلها في اكتمال القمر. ما انا عايزه اقول لك هي لم يثبت صحه هذه، لكن في ابحاث اتعملت لو ان لما القمر بيكتمل في فتره اليومين او يومين ونص مع اكتمال القمر عمليات العنف بيزيد عند البشر، لان نسب الدم والميه في الجسم مع المد والجزر يقول لك نسبه العنف بتزيد في العلاقات. بداوا يرصدوا بقى لقوا ان الجرائم بتزيد جدا، عمليات الاغتصاب، عمليات النصب والاحتيال، عمليات الاغتيال. كان لما رصدوها، لان علم الفلك يا سهير هو علم قائم على الرصد، انت بترصدي القمر، الشمس، الخسوف، الكسوف، الكواكب، هو علم قائم على الرصد. فبالتالي يعني ما بحبش قوي دايما. طيب يلا نبتدي اللحظه الحاليه بقى، الاسد هيعمل ايه في الابراج؟ هنبتدي من الاول من الحمل. هنبتدي بمولود الحمل. دخول الشمس للاسد اللي هو بيتك الخامس طبعا دي حاجه حلوه بالنسبه لك، لان بيت الخامس بالنسبه لك ده بيت الحب، بيت الخطوبه، يعني فرص الخطوبه بتزيد، فرص الارتباط بتزيد، فرص التقارب حتى للمتجوزين اللي كانت علاقتهم اتاثرت ففي تقارب. طب ايه ده احنا نبص الناحيه الثانيه ده فينوس متراجع. شوفي بقى التناقض هنا، يعني الاسد جايبه لك الشمس الاسد يا حمل جايبه لك فرصه علاقه جديده وخطوبه وارتباط وتناغم وفرحه باولادك بنجاح اولادك. بيجيب لك فرص انجاب للي اتاخر عندهم الانجاب وبيحاولوا كتير يحاولوا تاني الشهر ده. طيب لو عيني بقى على فينوس المتراجع هيجيب لك يا حمل علاقات قديمه، يعني مولود الحمل اللي كان عنده علاقه سابقه قبل كده زواج او علاقه ما كملتش او حاجه هتلاقيها بتلقي بتظللها من اول وجديد. دي ظهرت العلاقه دي ظهرت عنده حنين ليها ولا هي بتظهر في حياته؟ الحمل بقى عشان مدعوم من الشمس مش متعاكس من الشمس هيجي له حنين ليها، هيبتدي يبص لها ايه انا قطعت العلاقه دي ليه، لكن فيها ميزات كده هيحس بالافتقاد بالظبط، حس هو فقد حاجه كبيره. لكن فينوس متراجع هيجيب لك علاقات قديمه ويرجعها لك وتبتدي بقى تقارن
بين وضعك الحالي ووضعك اللي كان قديم. طب انا فرطت ليه؟ فيبتدي النوستالجيا بقى والعلاقات الايه. فمولود الحمل يعمل حسابه ان احتمال يلاقي نفسه عنده حنين للماضي شويه، ويبتدي يقارن ما بين الحاضر اللي هو عايشه او العلاقات الجديده اللي هو فيها دلوقتي، وقد ايه مثلا في جاب ما بين العلاقات. طيب فيعتبر الحمل من اكتر الناس اللي هتبقى محظوظه بشمس الاسد وتراجع فينوس مش هيأثر عليه بشكل كبير. فانت محظوظ يا حمل. التور بقى، خلينا نتحسس كده واحنا بنتكلم عن موضوع في مشاكل في التور. دخلالك في بيت تقيل شويه، تربيع. يعني ايه؟ يعني الشمس موجوده للتور مع عكسك من الاسد، عامله زاويه تربيع، يعني خلافات. زاويه التربيع دي بتبقى تقيله، وفينس هو يعتبر او هو حاكم برجك يا مولود التور. فانت حاكم برجك، رئيسك، عارفه رئيس الشركه، متراجع. والشمس قاعده لك في الرابع، يعني انت لازم تهدى جدا يا مولود التور. خلافات هتطلع لك من نوير. انت ايه ده، انا صاحي من النوم، عارفه اللي هو ايه، المشاكل جايه لي بتدور عليا. فطب لما احنا ما بنصدرش المشكله، بس خلينا نقول لهم روشيتا للحل. انت هتلاقي نفسك مشاكل بتطلع لك، ناس بتحاربك، ناس بتجر شكلك. روشيتتي ليك اعمل مش شايف. التجاهل او التغافل هو ده حلك، لان عشان تخرج من المأزق هو ده الذكاء على فكره، ده قمه الذكاء بالظبط. ما هو مأزق فلكي مفروض على كل مواليد التور. انتوا اتحطيتوا في مشهد فلكي ضاغط، انتوا كان المشهد الفلكي الشهر اللي فات افضل حالا من دلوقتي يعني. والخلافات دي عارفه هتكون خاصه مع مين؟ مع الاهل والاقارب. يعني مولود التور ممكن يلاقي حد من دمه او ولاده عامل مع مشكله، طلبات ولاده بتزيد، طلبات لو في حالات طلاق، ام اب مع اولادي مع زوجي مع طليقي، يعني في بيتك عكر دارك طالع لك منه مشاكل. يبقى انتبه يا مواليد التور، خاصه مع العلاقات والاقارب والعيله، ممكن مشاكل ميراث، مشاكل قضايا تخارج. انتباه للدائرة القريبة منك جدا جدا. طيب الجوزاء، الجوزاء القمر موجود، الشمس موجودة بالأسد بيت الثالث، يعني بيت علاقاتك، دائرة علاقاتك هتقوى جدا يا جوزاء جدا. لكن كوكبك الحاكم عطارد هيتراجع مع آخر الشهر. استمتع بالشهر كله يا جوزاء لغاية ما نوصل لآخر الشهر، اهدى شوية، خلي تونك يهدى شوية في آخر أسبوع. آخر الشهر ده اللي هو آخر 7 أو آخر 8، من 23 من 23/8 لغاية 1/9 احنا بنتكلم. بالظبط. لكن انت شهر 8 بالنسبة لك مع شمس الأسد بتدعم الجوزاء بشكل كبير، لان هي البيت الثالث بالنسبه له، بيت العلاقات الحلوه، هتلاقي علاقات جديده دخلت حياتك فادتك، في حاجه تخص عربيه، تجديد عربيه، تغيير عربيه، تصليح عربيتك، في حاجه تخص مركبه او سياره او سكوتر او اي حاجه تخص الحاجات اللي بتمشي، عند مولود الجوزاء هتتم للاحسن وللافضل، دايره علاقاته هتقويه، في حد هيقدم له خدمه هتنفعه جدا وهتفتح له باب كان مقفول، شخصيه مهمه جدا هتفتح لك يا مولود الجوزاء، اخبار حلوه جدا هيسمعها ده. فمولود الجوزاء زي مولود الحمل يعتبر من الأبراج اللي هتستفيد جدا من شمس الأسد. هنيئا للحمل وللجوزاء. يبقى احنا قلنا التور دلوقتي هو اللي محطوط في الايه، في الزون اللي مش حلو. طيب السرطان، السرطان الشمس موجودة في بيت المال بالنسبة له، ماله الخاص، فمعنى كده ان انت عندك زيادة في بيت الأموال، عندك برضو ده بيت الصحة والقضايا، فانت السرطان كل ما يجي زيادة في بيت الأموال والشمس لسه مغادرة السرطان وراحة للأسد، فلسه برضو السرطان عنده تأثيرات الشمس اللي كانت في بيته، فلسه عنده بواقي الشمس، فمدياله القوة وطاقة وحماس وإقبال ونجاح وطموح. في نفس الوقت دخلت بقى الشمس هنا البيت الماليات الخاصة، فانت عندك ماليات حلوة، عندك مكسب قضايا لو في قضية معلقة، عندك صحة لو انت في عرض صحي كان بينتابك ومؤرقك ومش لاقي له علاج ممكن تلاقي له علاجات. فبرضو مولود السرطان يعتبر زيه زي الحمل والجوزاء مكمل الاحداث الحلوة، الا ان تراجع فينوس اللي قلناه يخلي باتله من تقلب مودك شوية سرطان، في اوقات معينة هتحس ان انت من غير سبب كده مودك اتقلب او موقف زادت حساسيتك فيه. فتحذيري الوحيد للسرطان هو على طول المود متقلب وعلى طول الحساسيه زياده. تخيلي بقى مع تراجع فينوس هيحس اكتر من كده، ده يبقى الحساسيه بتزيد. الحساسيه بتزيد، يبقى الوحش الريتم بتاع موده او ايقاع موده ممكن يبقى اكتر من المعتاد. فحاول بس، كل نصيحتي للسرطان حاول تعمل كنترول على مشاعرك وانفعالاتك شويه.
فتعتبر حتى المسائل القانونيه والقضائيه هيلاقي لها حلول. لو في تسديد حاجه ما كانت واقفه في ايده اقساط او حاجه هتلاقيها بتنجز. فانا شايفه المسائل القانونيه والماليه واللي بيدرسوا كمان الطلبه. هلا يا رب تسمع. والطلبه عندهم نجاح حلو قوي برضو اللي بيدرسوا. الاسد طبعا. الأسد. طبعا الاسد الشمس في بيت الانا طبعا برجه في بيتك. فانت بس الاسد من الناس اللي عايزه اقول لها الايجابيات الاول، لان اولا كل سنه وكل مواليد الاسد طيبين وبخير. احتفلوا بقى، شهر الاحتفالات، شهر المفاجآت، شهر الاشراق. عندك جاذبيه، الشمس اصلا هي كوكبك الحاكم، الكوكب الحاكم للاسد هي الشمس. والشمس داخله عندك في بيتها مستريحه بقى، هي دخلت بيتها فقاعده في العرين بتاعك يا اسد، مديها لك كل الوهج، كل الطاقه، كل الحماس، هي الشمس بتدي كده. طيب احنا هنتجاهل فينوس اللي قاعد لك في بيتك الاول متراجع وهيفضل متراجع لأربعة تسعة؟ لا، خلي بالك. هيعمل ايه بقى فينوس المتراجع؟ يعني انت خدت كل الطاقة، خدت كل الحماس، فينوس بقى ممكن يغير الطاقة اللي عندك دي. عارفة انت بتصحي عندك قوة تقومي مطلعة قوتك دي في عصبية، هد علاقة، انا عندي طاقة ممكن احولها لطاقة تشنج وعصبية وعدائية. تصدقي بقى يبقى انتبه لطاقتك، خليها صح بالظبط، وظفها بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. فاحنا هنا الحذر، فينوس قاعد لك في البيت مع الشمس، الاثنين قاعدين، الشمس قاعده تدي لك في طاقه وفي حماس وفي اقبال وفي قوه وفي شجاعه. اوعى توظف قوتك دي في هد علاقاتك، اوعى توظف، ما تتغرش بقوتك، عايزه اجيب اللفظ ده، اوعى تتغر بالحماس والقوه والشجاعه، وظفها في شغلك، وظفها في توطيد علاقاتك. يبقى امتن للقوه ولا تغتر بيها. ما توظفهاش غلط، دايما فكر نفسك فينوس متراجع، فينوس متراجع. انا لو وظفت غلط ممكن اطلب طلاق مثلا، ممكن الاقي قوتي دي بقول لك ايه، ما اسيب لك البيت. بلاش نتغر، الست تحديدا هي اللي ممكن توظف طاقه غيره، ممكن اوظفها في غيره، في شك، شك يزيد، افضل اشك واسيء الظن. فاهم حاجه انك توازن الدنيا. لكن انت عندك بقى نجاحات، عندك طموح، عندك حماس، عندك صحه، الشمس مديلك صحة فبتتعافى، بتخف من حاجات. فالشمس هتديلك على كل الأصعدة تقريبا. الشمس مديلك إشراق، ولكن انتبه عشان ما تحولش الإشراق. في تكريم ليه في حاجة، علاوة، منصب، في حاجة حلوة المولود الأسد ممكن يجنيها الشهر. إن شاء الله كل أيامهم حلوة. الأسد العذراء بقى يا عذرائيين، الشمس في بيت الشمس في بيت ضعيف شويه بالنسبه لك، لان هي اللي قبليك على طول. لان مع اخر الشهر احنا هنحتفل بالعذراء، من يوم 23 احنا هنبتدي نهيص للعذراء ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. يبقى من يوم 1 ليوم 23 احذروا جدا، في بيت ضعيف، بيت ضاغط عليك جدا، بيجيب لك عين، بيجيب لك حسد، بيسحب من طاقتك. يعني ممكن تلاقي حاجات صحيه ظهرت من اول وجديد، او انت كنت عالجتها وبدا التاني الوجع يظهر لك من اول وجديد. لقيت اعدائك مركزين معاك، اي حد يا عذراء كان بيعاديك في يوم الايام او مش حابب لك الخير مركز معاك. فنصيحتي بقى، انا بحب ادي للمتعاكسين روشتات، التور متعاكس وادينا له روشات، العذراء متعاكس لازم ندي له روشتة. يعني ايه؟ اعمل على قضاء حوائجك بالكتمان، تكتم على امورك. الاعداء مركزين معاك، فمعنى كده انك تحصن نفسك، قول اوراد، شوف انت بتحاول تعالج نفسك بايه. في مثلا انت بتطالب بميراث، بمستحقات، ممكن تتاخر عليك شويه، ممكن اللي بيعاديك في عمليه قضائيه او قانونيه او اللي واقف قدامك هو اللي يكسب الجوله. فلازم تتعلم او تمرن نفسك انك تنظف الطاقه السلبيه او الباول، تعمل مديتيشن لنفسك. للعذراء اطرد الطاقه السلبيه لجواك. بالظبط، مضطر يشتغل على نفسه قوي قوي الشهر ده، لان هو شهر ضعيف شويه ومحتاج منك مجهود ومعافره شويه. ممكن تلاقي عندك حاله من فقدان الحماس، فقدان الشغف، مش عايز انزل، مش عايز اروح، انا عايز انام، حاله من الكسل. عارف الكسل والخمول دي؟ فممكن تنتاب العذراء حالة أنا مش عايز أعمل أي حاجة، أنا عايز أستجم، عايز أفصل الفيشة. والحالة دي مستمرة لغاية ما يجي بقى شهر ميلادهم 23/8 ما نبتدي نحتفل بيهم. فهو الشهر دايما اللي قبل ميلاد أي برج بيبقى هو أضعف شهر في السنة. فأنت طبعا يا عذراء محتاج شوية معافرة، وهتلاقي نفسك بتفكر في الماضي كتير. فلنفترض إن في عذراء قطع علاقة، اتطلق، انفصل، فسخ خطوبة، بيفكر فيها، واخدة تفكيره، صاحبه طاقته جدا. انت بتفكر في الماضي كتير قوي يا عذراء، هتلاقي نفسك وموترك، صاحبه طاقته بتوتر،
فحاول على قد ما تقدر لا اطرد الافكار التشاؤميه والسوداويه دي على قد ما تقدر. مود الاكتئاب ده يطرد. يبقى العذراء تجاوز تجاوز لازم يتجاوز. طيب. الميزان طبعا حلو قوي الميزان، لان الشمس هنا قاعده له في البيت ال11. بيت ال11 ده بيت المساعدات وبيت الشغل الجماعي، يعني اي عذرائي داخل في اي ميزاني داخل في جروب او في شراكه معينه هتلاقي شراكاته ناجحه جدا، مشاريعه ناجحه جدا، شغله الجماعي ناجح جدا. في حد هيقدم له خدمه، او الخدمه دي ممكن تكون على هيئه مشوره، حد هيشور عليه بحاجه او نصيحه او خدمه ان هو يبقى واسطته في حاجه او يفتح له ابواب معينه. انت عندك مساعدات لان هو بيت المساعدات، مساعدات هتجي لك وتعاطف وسنه، يعني هتلاقي حد بيسندك كل حاجه، ترفع سماعه التليفون على حد عشان يلحقك في حاجه هتلاقيه حاضر وجاهز جدا جدا. فمن الشهور القويه جدا، الا ان ارجع اقول فينوس متراجع، وفينوس هو الكوكب الحاكم للثور والميزان. فزي ما قلت للثور خلي بالك ان انت في تعاملاتك شويه هتكون اجريسيف او هتكون عنيف او هتكون متشنك شويه، فانا لازم الميزان يعمل كنترول، لان انت ميزان ممكن تكون انت اللي غلطان وانت مش واخد بالك على فكره، يعني انت اللي تعادي حد. شهرك حلو، شهرك مش مستاهل خالص خلاف ولا خناق، شهرك مستاهل انك تستفيد من الفرص اللي جايه لك. جايه لك فرص على طبق من ذهب، استفيد منها وظفها صح، هتفتح لك ابواب ماليه ومهنيه وعلاقاتك حلوه بتفيدك، لكن انت اللي هتكون عصبي شويه، فاعمل كنترول على عصبيتك. وممكن تشوف الامور بمنظور خاطئ، انت تتوهم ان انت اللي على حق وقد تكون انت مش على حق. فلازم الميزان محتاج مراجعه كتيره جدا رغم ان عنده حاجات حلوه كتير رائعه جداً. من الشهور الرائعه، لان الميزان الشهر اللي فات كان تعبان جدا، كانت العين متركزه معاه والحسد متركز معاه، حاجات بتبوظ، عربيه بتبوظ، حاجه بتتكسر، قصه ما بتكملش، فكانت العين مركزه معاه جدا مبوظه له حاجات كتير. هتبتدي بقى ده شهر تعويض اللي انت خسرته يا ميزان. شهر التعويض، ولكن شهر بالزبط. ان انت تعمل مراجعه لحاجات كتير. العقرب شهر مزدوج بشكل كبير جدا جدا، لان الشمس قاعده لك في الاسد بيتك العاشر، فاعلى نقطه عندك انت كده يا اسد، والبيت بيت العاشر ده يعني متسلط عليك الاضواء من كل حته. طب وده يعني نشوف. طب وتسليط الاضواء دي مش حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ما هي ليها ميزه وعيب. ليه؟ انا لما بتتسلط عليا الاضواء بتنجم، الناس كلها شايفاني، فانا غرور يعني. نقط ايجابياتي، لا دي ده جانب الحلو، ايجابياتي بتبان، نقط قوتي بتبان، فممكن يجي لي منصب مركز حاجه، فشعبيتي بتزيد، ده الحلو. يعني ممكن نبارك للعقرب على حاجه حلوه في ترقيه في منصب يترشح، كل الكلام ده وارد. فده الجزء الايجابي من الشمس بتاعت الاسد. لكن برضو الاضواء لما بتتسلط عليا قوي بتجيب لي عين ولا لا؟ حسد طبعا، كل الاضواء عليا ده انا بتحسد على كده. فاول حاجه. تاني حاجه، امورك اللي انت بتخفيها الاضواء متركزه عليها، فهتبان، هينكشف امورك، سر مش عايزه يتعرف هيتعرف. اسمها ايه، انكشاف، يعني مش فضيحه، يعني ممكن كشف ستر عن حاجه انت ما كنتش عايزها تتعرف. فيحذر جدا العقرب من الفضايح يمكن، لان الاضواء متركزه عليه. فانا بقول لك استفيد بالايجابي بقى، انت عندك انتشار وتالق وشهره وجاذبيه وكل الحاجات الحلوه. وممكن يكون هو بيداري على شمعته في حاجات مش لو لازم على تبقى حاجه ياخد باله بقى، مش تبقى فضايح، ممكن حد يمشي سر سفر اي حاجه هو بيرتب لها. ما هو تسليط الاضواء انا بحذرك ان ممكن حد اصلا انت مامنه على حاجه، اوعى تقول، خلي بالك، فيجي الحد ده يقوم اون بيربز قايل، فتحذر، تكتم على امورك، الاضواء متسلطه عليك. ايجابي وسلبي، استفيد بالايجابي وتخلي بالك. لو حذر بيتقال حذر حرس ولا تخوف، حرس بس هو كتوم بطبعه العقرب. والله ما هي الشمس بقى هنا، ما هي ده المشهد الفلكي، بيسلط على الحاجات اللي انت كاتمها يا عقرب، هيخليها غصب عنك بشكل غصب انت مش حابه. غصب عنه ايه يعني؟ لو هو مش بيطلع هيبقى غصب عنه يطلع ازاي؟ لو انا مثلا انت، فلنفترض ان انت اللي برج العقرب وجيتي امنتيني يا هاله، اي مأمنه واحد بس، ما تقوليش الموضوع ده لحد، فتيجي الشمس هنا تخلي هاله تقول، فاللي يقول ده هيقول، كل عزيز عنده طب عزيز، كل عزيز هيلة. عنده عزيز. ما هي الشمس بقى، عشان كده المشهد الفلكي احنا زي ما قلت لك علم قائم على الرصد، المشهد الشمس متسلطه على امورك حتى اللي متخفيه. وهيظهر لك بعض الناس يا عقرب الشهر ده
عايزين يشوهوا شويه صورتك، يشوشروا الناس بتثق فيك. طب احنا هنخلي الناس بقى ما تثقش فيك، هنقول عليك حاجات مش فيك، فبرضه ده جزء مش لطيف من تسليط الاضواء عليك يا عارف. بس الاشرار في طول الوقت مش هنقدر موجودين بيقولوا على كل الابراج لا المستهدف الشهر ده هو بصراحه العقرب. طيب فدي الحاجات ان شاء الله ربنا ينجي كل بالظبط. القوس بقى حلو قوي، القوس الشهر ده عنده تعويضات، لان القوس كان تعب صحيا ومعنويا، ابتدي بقى تعافى، لان معرفش طبعا اكيد حواليكي ناس قوس هتلاقيهم صحيا ما كانوش احسن حاجه، هيبتدوا بقى الشمس دخلت في الاسد نار زيك يا قوس. يبقى الحمل والقوس والاسد الناريين الثلاثه مستفيدين جدا جدا، عندهم تعويضات عن اي حاجه خسروها، صحه طاقة شغل، عندهم أبواب سفر بتتفتح، حركة السفر نشطة جدا جدا عند القوس الشهر ده، في أموال جاية لهم من حاجة مش معتادة وبعملة مش معتادة، فممكن برضو عندهم حاجة علمية هيحصلوا عليها، شهادة علمية، ممكن اللي عايز يقوي نفسه في لغة، كورس عايز ياخده، حرفة معينة، مهنة معينة عايز يقوي نفسه فيها، فعندهم فرص التعلم والتعليم كبيرة جدا. ممكن أبقى أنا قوس الشهر ده والله، كلنا يا ريت نبقى قوس. بتقوليه على القوس كلنا عايزين نبقى قوس بقى والله، وعندهم فرص حلوه هتتاح الشهر ده، يا ريت يركزوا ويعرفوا يستغلوا فرصه من الفرص اللي هتتاح الشهر ده. وفي اختلفوا القوس مع ناس كتيره، ممكن علاقات فينس متراجع يرجع لهم العلاقات بشكل كويس، يعني انت كان عندك امل على علاقه قوي وكانت مثلا انتبه الجمود او البرود، لا ممكن يرجع لها الروح من اول وجديد، ممكن ترجع علاقه كنت فقدت الامل انها ترجع لك فتدي لك الامل من اول وجديد. يبقى انا القوس الشهر ده خلاص، كلنا القوس هذا كلنا الشهر القوس. الجدي بقى الجدي طبعا اكتر من اكتر الابراج اللي لازم تعمل احتفالات، لان شمس السرطان كانت ضغط على الجدي قوي قوي الشهر اللي فات، قعدنا نحذرهم ده شهر شم النفس، خلاص الشمس سابت السرطان فاستريح بقى يا جدي، دخلت على على برج تسويات. ريم السنباطي اهو، حبيبتي يا ريم بشرة خير اهو. ريم بشرة خير عندنا الجد. طبعا كتير نجوم كتير، برج الجدي، انغام برج الجدي، ميكا مي عز الدين برج الجدي، ريم السنباطي حبيبتي برج الجدي، يمكن عندكم تعويضات حلوه، عندكم فرص حلوه، عندكم في حاجات كانت مراحل انتظار كتيره، لا خلاص انت ده الشهر ده بيقول لك ايه، مش طبعا يعني بعديها على طول، اخر اسبوع في الشهر هو اقواهم، لان الشمس هتنتقل للعذراء، ترابي زيك يا جدي هيدي لك فرص كبير، فانت في شهر نقدر نقول وسطي للافضل، تصاعدي للافضل كتير، يعني تمهيدي للافضل ان شاء الله، وتحديدا برضه. ماليا بقى عنده تسديد قروض، عنده تسديد ديون، اهم حاجه دلوقتي ماليا، عنده انتعاش لبيوت المال بشكل كبير قوي قوي عند الجدي. يا رب الدلو ان شاء الله. بقى الدلو عنده مشاكل كتيره أوي. كل صحباتي برج الدلو. طب ينفع نعالج الدلو وما نقولوش؟ بقى لهم سنتين في مشاكل كبيره قوي. ينفع ما نقولوش وننط على الحوت على طول؟ ايه هيزعلوا؟ طبعا الشمس، هم بيبقوا يعني احلى حاجه في الدلو ان هم عارفين حالهم، عارفين ان طول ما الشمس في الاسد هي بتتحداهم بشكل كبير جدا، الدلو والاسد في وشه بعض. يبقى ننسى يا جماعه لحد ما يمر الاسد على خير. يعني وربنا يكرم بقى بعد كده. يعني لازم يقعد على مقعد المتفرج، بلاش قرارات، بلاش حسم، بلاش نديه، بلاش عصبيه، بلاش احتكاك، بلاش مشاحنات، بلاش تصعيد مشاكل، اتفرج. ينفع يتفرج؟ خليك في مقعد المتفرج يا دلو طول الوقت لحد ما شهر الاسد يعدي. بالظبط، لان هو فعلا يعني هيلاقي نفسه بيتعصب على اتفه الاسباب، وبيجر شكل الناس على اتفه الاسباب، ومساعيه هيفضل يبذل في مجهود ومجهود، يبقى احنا نستريح استراحة محارب كده، انت بتحارب زي ما قلت يا سوير، بيحاربوا بقالهم فترة لونج تايم يعني، فنكملها يعني ما جاتش على الشهر ده، ما جاتش على الشهر ده، هانت بعد كده الدنيا هتبقى افضل ان شاء الله. فالدلو طبعا يخلي باله من صحته ومن علاقاته ومن تصرفاته، صحتك علاقاتك تصرفاتك ردود افعالك كله. طب الحوت بقى، الشمس في السادس، يعني عندك تغيير في حاجة، في تطور للأحسن وللأفضل، تطور وتحسن، عشان عندي برضو حوت كتير، صديقات كتير حيتان، فعندك تغيير أو تعديل في شغلك، في عملك، في حاجة، في روتينك اليومي. البيت السادس ده بتاع الروتين اليومي والصحة، فأنت مثلا خلينا نقول اللي عنده عادات سيئة ممكن يغيرها، يبتدي يغيرها، اللي بيدخن ممكن يغير، التخين عايز يعمل رجيم أو زيادة في الوزن، سوري يعني عايز يبقى يخس ممكن يخس الشهر ده، عايز يعمل
اي تغيير في شكله، ممكن يعني هو تطور وتحسن للافضل. فالحوت عندك البيت السادس ده بيديلك فرصه انك تغير حاجات كتيره يعني جدا، يعني شعر التغيرات للاحلى، سلوكيات للافضل، تصرفات للافضل، شغلك للافضل، وضب شغلك بشكل جديد يجيب لك منافع حلوه. لكن هو شويه بس عشان ما يتقالش احنا قلنا ايه الحقيقه المتعبه، انه شهر متطلب قوي، يعني انت عندك شغل كتير قوي يا حوت، شغل كتير، يمكن الشهور اللي فاتت نعتبرها حماده والشهر ده حماده تانية خالص، او مصاريف كتير، وعنده مصاريف على فكره. يعني هو عنده مصاريف فعلا كتير يا سهير، وعنده شغل، انت عندك بتوضب وبترتب وبتغير، ممكن يكون في ترتيب بيت، بتغير ديكور بيت، نقله بيت، ترتيب، بتتابع مواضيع قضائيه، هتشتغل كتير قوي قوي. زهرة عرقوب واسماء سميح وداليا جوده ورانيا صابر بالظبط. وبالرغم من ان الشهر ضاغط، الا انه مش ضاغط ببلاش، مش ضاغط ومجهودك هيروح بلاش، هو شهر ضاغط الا ان كل دقيقه هتبذل فيها مجهود هتستثمرها راجعالك، هتستثمرها وراجعالك وهتنجز. فانا لو مكان مولود الحوت بصراحه، انا عايزه بس افتن فتنه على نفسي، انا الصاعد بتاعي حوت مش الشمسي، فانا اعتبر حوت بس الصاعد. مبروك. فانا عايزه اقول اديني اول مره اقول على فكره سابق ان انا عمري ما قلت البرج بتاعي، بس هو الصاعد حوت. فانا عندي او كل مواليد الحوت عندنا شهر ضاغط جدا جدا، مش ملاحقين، عارف اللي هو تتمني يكون عندك مليون ايد، انا اعمل ايه وابتدي منين؟ وقت لازم اعمل جدول، 48 ساعه بدل 24 بشتغل ساعة. لكن لازم ما اضيعش، لان اللي هعمله راجع لي حاجة حلوة هتبسطني يعني إن شاء الله، وإن شاء الله أعلى وأعلم يعني. الأسبوع اللي جاي هترجع لنا بمعلومات جديدة وحاجات حلوة جديدة كتير، يا رب دايما يا رب كالعادة يا يعني. يا رب. شكرك يا هالة، ونشكر كل المشاهدين، ومرة تانية لمواليد برج الأسد الجميلة منى شلبي، ده برج الجميلات يا جماعة، الأسد ده منى شلبي، بيبي الصباح، شيري مصطفى، إيمان عثمان، دينا الكاشف، وناس كتير. أنا قلت ناس في الأول، هنكمل وتامر حسني ديبو. كمان برج الأسد صح. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين. الخميس والجمعة صيام علشان عاشورة، يا رب أيامنا كلها حلوة، يا رب الحر يخف والنور يفضل دايما موجود، أيامكم كلها نور وخير وصحة ورضا. نشوفكم السبت على خير إن شاء الله. الستات عنهم